عيوني في المغرب. ايش فيك يا حبيبي؟ اسكت علينا ايها المطبع الخنزير، ايها الخنازير المغاربي. طلع منه الجني، طلع منه الجني المغربي. جاسم ارجوك تكبرني نوريك انا المطبعين منهم المطبعين. ارجوك تكبرني نوريكم واحد الفيديو لو سمحتوا لي. تفضل اخوي الشمالي تفضل، لان هذول الجماعه يشكرون في يوم رمضان. استغفر الله العظيم. والله اسمع اسمع، انا اليوم انا ساكن في فرنسا وخرجت، وشوف انا ساكن في مدينه ما فيهاش عرب ولا مسلمين كثيرين، وجزائري واحد عنده بار والله العظيم يسكر هو وثلاثة جزائريين في البار بتاعه. عارف هذا مبين سكران يطلع قبل شوي. هذه الجزيرة اخوتي، ها هي شوفوا. اسمع اسمع. كشفت برقية أمريكية سرية سربها موقع ويكيليكس أن سفير الجزائر في سويسرا إدريس الجزائري قال أمام دبلوماسيين غربيين العام الماضي إنه سيكون سعيدا بأن يضع نفسه تحت تصرف الإسرائيليين، تعقيبا على ما دار في ندوة حول حظر انتشار الأسلحة النووية والملف النووي الإيراني، وكذا مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. من جهة أخرى أظهرت صور يحتفظ بها حلف الأطلسي على موقعه على شبكة الإنترنت لقاءات ومصافحات بين عسكريين جزائريين وعسكريين إسرائيليين من بينهم قائد الأركان الإسرائيلي جابي أشكنازي. هل عن جزائر أخرى غير هذه يحدثنا ويكيليكس؟ موقع التسريبات الشهير خرج على الجزائريين ببرقية نصيبهم منها الصدمة ونصيب قيادتهم حرج كبير. تحدثنا الوثيقة الأمريكية السرية المؤرخة في 13 مايو من العام الماضي عن اجتماع عقد في اليوم نفسه في جنيف السويسرية على هامش اجتماع لجنة التحضيرية لندوة تقييم معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. تقول الوثيقة إن من بين من حضروا الاجتماع إلى جانب روس جودمولر نائب وزيرة الخارجية الأمريكية المكلف بالتحقق من الامتثال والتنفيذ، إدريس الجزائري سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا وسفراء مصر. أنا نقدم شوية الفيديو للأمام لأن نشوفوا الصور شوية واضحة أوضح، وتشوفوا الجيش مع الجيش وتشوفوا ماذا يقول. قول دبلوماسي لافت أو ملتفية الجزائرية مع موضوع العلاقة مع إسرائيل، موقف يجد أصحابه شاهدا في هذه الصور التي تظهر جانبا من لقاءات دورية تجمع في إطار هادو الجزائريين مع الإسرائيليين لكي تفهموا فقط في شمال الأطلسي كبار قيادات الجيش الجزائري مع نظرائهم الإسرائيليين. قد لا يصل الامر الى حد التطرف. شوف مفوت شويه الفيديو، بلاتي بلاتي انت لسه ما شفتش ولا حاجه. شوف مفوت حتى كلام هذا الجزائري هذا العابط هذا اللي يقول على نفسه. بلاتي شوفوا كيف تصف ما الذي ما قبل من ان قصف خمس وبراني ثم بعد ارديه في امريكا جزائريه سابق التي جاء هنا شوف. طبعا لم تكن كذلك ايضا هذه المصافحة الشهيرة في أولى سني حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. عفوا. ينضم إلينا من لندن عبد العزيز بوتفليقة. قال له أنه سيكون سعيد جدا لو وضع يده لو احتاجت إسرائيل أنه يضع يده في إيديها. لعنة أمون عليكم، لعنة أمون عليكم، أمون لن يغفر لكم أبدا، أمون لن يغفر لكم أبدا، لعنة أمون عليكم، لعنة أمون عليكم. مش رأيك بأخ بسام؟ الأخ ولد العاصمة تفضل تفضل تفضل. هذه هي مصيبتهم، ينكرون كل شيء لما تأتيهم بالأدلة وتطالبهم بالأدلة يقول لك روحي ابحث روحي ابحث، هذا كل ما يستطيع الجزائري أن يقوله. تمام الحين بحثنا وجبنا لك الدليل. الأخ بسام الحمد لله ما في خطر على صحتك. الأخ بسام إن شاء الله تكون عندك بطاقة المستشفى العام. طيب خليني أسمع هذا الفيديو لعله الأجواء إلى بلدي. لا لحظة لحظة لحظة، أول شيء نتأكد من صحته الأخ بسام. خليني أشلطه.
الأخ بسام مات 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 خلاص انتظر وسمعه هادي وسمعه بلد 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 الغاز والنفط. كاميرا الأجواء إلى بلدية شبيطة مختار للبيت العائلي للمغفور له بن سالم جموعي البالغ من العمر 35 سنة والذي توفي ضحية شجار بسبب كيس من الحليب. الضحية دخل العناية المركزة بالمستشفى بولاية عنابة قبل 3 أيام إثر تلقيه ضربة على مستوى الرأس ليلفظ أنفاسه صبيحة هذا اليوم. حيث عندكم هذا في الإمارات، أنا أعلم أن دول الخليج توزع الحليب والتمر في ملتقيات الطرق على المارة. أنا ما ودي أدخل وياهم في النقاش، ما قد تشوفني دخلت وياهم في مناقشات الحياة العامة للمواطنين الإماراتيين مع مقارنة مع الجزائريين، بحياتي ما دخلت في المقارنة هذه لأن جريمة في حق المواطن الإماراتي. الأخ بسام مات مات فات برقبتك، والله راح أرفع عليك الدعوة بسام مات. انت السبب قتلت يا ولد العاصمه والشمالي قتلوه يا جاسم. خلاص انت يا جاسم أنت. ما ادري والله يمكن الروبوت او شيء. اخي الفلسطيني اخي الفلسطيني نصيحه ما تتدخل مره اخرى والا تبون سيهدد فلسطين في الخطاب القادم. هذه المره هدد الامارات، المره القادمه سيهدد فلسطين، لذلك انصحك ما تتدخل. تمام تبون ظالم ومظلوم. أنا مع عمي تبون العظيم نتمنى له طول العمر وولاية ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. أخوان كبسوا شيروا اللايف يا أخوان، كبسوا شيروا اللايف واعطوا هذاك التيك توك مشان اللايف يطلع ما يضربوا اللايف. منو عند المداخل؟ لحظة شوي يا جماعة، وين راح بسام؟ وين راح السطح يا جاسم؟ ربما طلع للسطح هو يقفل الميك وما يردش. مستر روبوت مستر روبوت شوف لنا لحظه نشوف مستر روبوت يا ولد العاصم. مستر روبوت شوف لنا وين بسام. ان روبوت هو ان بريء من وفاة بسام الجزائري بعد التحليلات تبين انه مات بسبب الجلطة وطلع منه الجمي المغربي. عفا هذا الزبائن يا جاسم هذا الشمالي دائما خليه في الضربة الأخيرة حتى نهاية اللايف. لا هذا الشكل بيقتل الجميع بيقتل الجميع جماعة الخير. والله كنت أنا ناوي نضرب لكم الناي يا أخي جاسم، والله العظيم أخي ولد العاصمة طلعت نضرب لكم الناي ونفكر. إيه والله كان أفضل الآن طفشت الزبون يا رجل، من أين نأتي الآن بجزائر؟ ضربنا في الشمالي ضربنا. لحظة شوي أول شيء جماعة الخير الكل يسوي مشاركة للبث، الكل يسوي مشاركة للبث واللي عنده علامة التيك توك أو شيء. ما أدري إذا في هدف في البث ولا ما في هدف. في هدف ولا ما في هدف يا ولد العاصمة؟ أنا ما أفهم في السؤال. في هدف ما في هدف. الهدف موجود تشير وتكبيس البث وخلنا نستمع للشمالي الحين خلا يطربنا زين. عزفنا الأخ الشمالي عزفنا. أنا أزف لكم يا أخي الحبيب. شوف قال لك تموت الحياة وتبقى الذكريات. إحنا في رمضان نذكركم برمضان قديم اللي عمره تقريبا عمري ولا أكبر مني سنا ولا ربما أصغر مني شيئا ما، يعني من 35 للفوق كلهم ما يعرفوا هذه الموسيقى. الأخت الجزائرية تحت تسألني إذا متزوج، لو سمحت متزوج ما ودي أتزوج. فشوف إنك الأخ الدكتور عبد الحق موجود ويانا بعد نفس الشيء متزوج رحم الله والدينك، فلا داعي ما ودي لعشناتي ولا غيره. السلام عليكم أخونا الجاس. عليكم السلام الدكتور. تكباركم زينين إن شاء الله. الحمد لله بخير الله يسلمك. آسف على المقاطعة استمر موجودة. تفضل تفضل شمالي تفضل أطربنا. أنا موجود أنا والناي. الله السلام. يا سلام حد يسجل البث يا اخوان. جماعه عملوا سيناريو اللايف بارتاجير اللايف كبسوا على الشاشه يا اخوان. يا اخوي جاسم اجاك بلاغ بسبب الصوره.
بلاغ لحظه بنغير بلاغ بالصوره وبنغير الصوره يجيبوا لكم بلاغ لا لا بالصوت بنغير الصوره بنغير الصوره لحظه شوي نغير الصوره بنحط الصوره هذه استمر اخي جمالي استمر رحم الله والديك لو عايزين نعزف خليوا اخ جزائري يتكلم ولا نعزف نعمل له لا لا انت عزف بس الحين واعزف وبعد يتكلم اعزف والله كمل كمل العزف حبيت حبيت جاسم كيف حالك لباس لحظه شويه اخي غالي خليه يكمل رحم الله والديك ما عرفهاش هذا الموسيقى اللي ما عرفهاش الو زمان دنيا لا هي غروره عرفتوها يمكن بس كمل رحم الله انا متحمس صراحه كمل كمل تقسيم خفيف نعمل لكم تقسيم خفيف وانا كنفكر في عمي تبون كمل يا جماعه ذكريات سلامتها محسن هذه ذكريات هذه العمي تبون شخصيا هو يحب الصابة الحزينة بالنوع هذا تحياتي للجميع شكرا أخي جاسم أنا ساعدت الفطار هذه شكرا جاسم كلمة قصيرة بارك الله فيك شكرا أخي الشمالي تفضل تفضل الأخ غالي بارك الله فيك عندي هون فيديو بغيتك تسمعه يعني ممكن إن شاء الله يعجبك أنت ويعجب جميع الإخوة المغاربة بخصوص الحليب انت راك تشوف ان شاء الله شوف لا اذا بخصوص الموضوع غالي الاخ غالي اذا بخصوص الموضوع اتفضل افتح اول شيء اسمعنا انت تكلم تكلم اذا بخصوص الموضوع ولا بخصوص ايش جماعه الخير البث مقيد شيروا البث وعلامه التيك توك الكل يطرش علامه التيك توك لان البث صار تقييد في 10 دقائق جاسم بخصوص ايش الموضوع بخصوص أظن ايش اظن انهم تكلموا عندك مشاركين لن يتكلموا على هذا البث انا يعني بخصوص بس ودنا نعرف بخصوص ايش يا ابوي سؤال بسيط ولا تقبل النفس الحرة الشريفة يا ابوي انت من برمج انت متعاطي شيء نفس الشيء نسالك سؤال بالعربي وهو امر مخالف لشرع الله يا أخي عطنا عنوان عشان نستمع العالم تعرف وش نتكلمه هيش يا أخي لين الحين بناديك اسم غالي لا تخليني أقلبها للعكس نعم يا أخي جاسم هذا يعني موضوع في خصوص شو بخصوص شو يا أبوي خصوص تقبيل يد الملوك والركوع لهم وين المصيبة وين المصيبة أنا عطني ملك بقبل ملك السعودية كلمة ملك السعودية عن تقبيل اليد وعن الركوع لغير الله يا أخي يا أبوي يعني وين المشكلة التركي حتى رئيس القبيلة يقبلون رجله يا أخي الصيني ينحني أمام سيده وين المشكلة يا أخي الركوع وش علاقة حرام وتقبيل اليد حرام إلا للوالد منو حرم منو حرم لحظة عطني آية حرم ذا الشيء عطني آية حرمت المحرمات 14 عطني آية حرمت ذا الشيء عطني آية حرمت ذا الشيء يقبلون دليلك 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 دليل من حرم الركوع من حرم حرمه الله لأنه ركوع لله عطني الآية عطني الآية لأنني أركع لله لماذا أنا أركع لله أنت قلت حرام لبشر المحرمات 14 في القرآن أو إذا صح التعبير 15 عطني من هذول المحرمات الركوع للملوك أو للحكام أو لأمرائنا تفضل تفضل انا بفتح لك المايك اعطني الايه خلاص هذا شوف اسلوب جزائري محض ما في شيء تقول لي اعطني الدليل يروح وقسم برب الكعبه ولا نزلتك شوف هو ربما صادق وربما يتكلم عن تقبيل يد الرئيس الفرنسي ما ودي اصير وياه في الاتجاه هذا لانهم تشوف حتى يقبلون حتى رجل الفرنسي مو بيده وحتى يهودي نجس ويتكلم عن ملوك مسلمين انا عارفه ودي يمرر مغالطه عن ما تعرف هذا من وين هذا ما عنده حتى هويه اساسا
هذا ما عند ابوه، هذا جزائري راح لاسبانيا وقال لي ما ابوي انا مضطهد من الحرب بين موريتانيا والمغرب والجزائر ما ادريش، وعطوه جواز سفر وعنده يقول لهم تراني صحراوي ما ادريش ولا علاقه له بالصحراء ولا بالمغرب. هذا نعرفه، ما عند ابوه حتى هويه. يلا العظيم يا جماعه منكوبين فكريا، استغفر الله. دكتور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك سك طيب؟ الله يحفظك. التحية والحب والاحترام كل الموجودين الشرفاء للمغاربة والخليجيين باستثناء الكراغلة اللي ما عندهم هوية. خلينا نرحب بالدكتور عبد الحق بعد. عليكم السلام دكتور، شو اخبارك؟ سك طيب، صحة وسلامة. الله يحفظك أستاذ جاسم، الله يحفظك وسلام الدكتور دكتورنا العزيز السمان والإخوان. جماعة الكل يفتح المايك عادي، هذا نقاش عام، الكل عنده شيء يتفضل، وكنا نعرف بعض وكنا نعرف ان احنا ما نقاطع بعض. شوفهم الكراغلة ما يفرقون بين الركوع والانحناء، يعني الانحناء احترام وتجليل للملوك، وحتى تبدأ من العائلة. أنت لما تنحني للوالدة أو للوالد فهذا هو قمة الاحترام. هذا الشيء اللي قلت له يا دكتور. أنت يا دكتور، أنت في القبائل عندنا، في القبائل أبوي حتى يد البني تنحني على يده وتنحني على تحت، يعني تنحني حتى مو بالركوع، توصل لين السجود تنحني على يده احتراما تقديرا لهذا الشخص. بس الركوع الثاني اللي في مخه، يعني احنا اذا هو الركوع اللي في مخه يشوفه ركوع، حتى اذا ركعنا للوالده او للوالد او لولي الامر، فانا اشوف هذا بالعكس، هذا قمه الاحترام والتقدير. فهذا واحد. اثنين، الانظمه الملكيه يا اخي تختلف، قلناها 100 مره، تختلف عن الانظمه الجمهوريه اللي موجوده في دول العالم الثالث والدول العسكريه التي تحكم بالحديد والنار. الانظمه الملكيه خرجت من صميم الشعوب من دول الملكية في المملكة العربية السعودية، في الإمارات، في المغرب، في الأردن، حتى في بريطانيا والنرويج والسويد، هذه كلها أنظمة ملكية. يعني شوف الاحترام للملوك، يعني اسم على مسمى. أنت لما تقول ملك خلاص انتهى، يعني هذا الملك النابع من صميم الشارع، من يعني يعتبر نفسه ولي أمر والشعب. وين العيب إذا إنسان احترمه وقدره، وحتى إذا قبل يده فهو ولي أمرك في النهاية. يعني إحنا نعاني من هذا في بعض المجتمعات العربية للأسف. إحنا تتذكر إحنا في الخمسينيات القرن الماضي كان العراق نظام ملكي، والآن أغلبية الإنجازات اللي نشوفها في بغداد هي كانت في زمن الملكية. لكن للأسف الانقلابات اللي حدثت في العراق وببعض الدول اللي أنهت الوجود الملكي عندنا، اللي نعاني منها لا زال الآثار السلبية اللي موجودة عندنا، خلانا نتحسر على زمن الملكية للأسف. فالملوك أسماء شامخة. دكتور اسمح لي على المقاطعة، ثواني اسمح لي على المقاطعة. ولد العاصمة بعطيك إشراف عام، شو اسمه، إشراف عام، لأن لازم أرد على الجوال. أصمر عندك إشراف عام، دكتور عندك إشراف عام، التناول المواضيع ما بينكم، برجع لكم بعد شوي طبعا. تمام أوكي. بس أخوي جاسم بعدين هذه الصورة أيضا أحتاجها، والله دعز ليها على القاسك. تمام، بطرش لك يا الصورة إن شاء الله. أنتوا المواضيع مشكور بينكم، وعندكم إشراف عام جميعا. مشكور ما قصرت إن شاء الله. نسمع أخونا الدكتور عبد الحق أيضا مداخلاته، يعني أشوفها مداخلات جدا مهمة وفعالة، وتكون غالبا ما في صلب الموضوع. لا، ما نتقدم عليك الدكتور، هو فقط من أجل يعني نناقش فقط يعني هاد محاولة فهم، هو محاولة لفهم البنية السلوكية للشخص الجزائري اللي في حقيقة يجب ليس معادته وإنما التعاطف معه، لأنه يعني بلغ واحد المستوى متلقين، يعني أنه قضوا حتى على ثقافته العصبية وأصبح غير قادر حتى على المقاومة الفكرية. وبالتالي نرى أن كيف أن رئيس الجمهورية يمكن أن يطلع في لقاء صحفي ويمرر جميع أنواع المغالطات، وما على يعني التابعين إلا أنهم يؤمنوا على ما يقوله السيد الرئيس، رغم أن كلامه لا يقبله منطق ولا يقبله عقل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وكان بودي أقول الأستاذ جاسم أنه يعني يشيرون إلى اللايف ويقول لك بأن
بان استهلاك محتوى هذا المضمون يؤثر على الصحه ديالي، قد يؤثر على الصحه. يعني بلغوا على حسابي الثاني نزلوني، بلغوا لي على حسابي الثاني نزلوه. ما في شيء اثر على الصحه اكثر من مقولات تبون. لا انا صورتها، انا صورتها ارسلها لك في الخاص. دايرين دابا هما بحكم ان عندهم لان كيقول لك ابن خلدون ان الشعوب المقهوره هي التي تنتج ذاك الخطاب الاخلاقي، هذه مساله معروفه. ثاني ما يشتغلون كثيرا على المساله ديال الاعلام والمساله ديال الشركات الاعلاميه في الهند وباكستان وروسيا وجنوب افريقيا. دكتور عبد الحق في عندك صوت، دكتور في عندك صوت موسيقي اذا شويه تنصي لي. هذه الصغيره هذه ارى رضا التليكوم، هذه الصغيره كتفرج عليها شاده. هذه الأميرة الصغيرة تتفرج على الله يحفظها. شوف أخوي العلاقات، شوف العلاقات الإسرائيلية الجزائرية هي علاقات ثابتة تاريخيا، يعني منذ الاعتراف ديال إسرائيل أو التصويت ديال إسرائيل لفائدة يعني أن يكون هناك دولة جزائرية على مستوى الأمم المتحدة. منذ ذلك التاريخ والعلاقات ثابتة ما بين الجزائر وما بين إسرائيل. والدليل على ذلك هو أنه قلنا أن بعض المعطيات اللي ممكن أن الإخوان فيها المعلومة التاريخية وفيها شوية ديال أن الإنسان يبسط شوية، أنه يضحك شوية في الأجواء الرمضانية. فأول محطة هو أن الجزائر رفضت المشاركة في حرب سنة 1967، وكنا بدأنا هذه القصة فبالتالي لم نكملها يعني. وقلنا بأنه ربما الأخ جاسم علي رجع لك الفيديو اللي كنت قلت ليه ديال رضا مالك اللي كان آنذاك سفير ديال الجزائر في 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 فرنسا سنة 1967، وتم إخباره يعني شارل دوغول برغبة الجزائر في المشاركة أو في إيجاد صيغة أو مخرج حتى لا يكون هناك حرج للجزائر. فالفتوى التي أفتاها شارل دوغول آنذاك هو أنهم قالوا لهم سيروا بسير ضعفائكم، يعني أنهم أخذوا غادين في الشاحنات العسكرية ويحكي الطاهر الزبيري اللي كان في الكتاب ديالو اللي كان هذا وزير رئيس الأركان ديال الجيش الجزائري سنة 1963 والذي سوف يقوم بعمل انقلابي على هواري بومدين، يحكي في الكتاب ديالو نصف قرن من الكفاح، أعتقد نصف قرن من الكفاح، يحكي كيف أنهم يعني كانوا كيمشيو يعني بشوية عليهم، وأنهم فين ما يتلاقوا يعني بعض الليبيين أو التونسيين يعني يحتفلون ويشطحون ويرقصون ويمرحون. قال فلم يصلوا إلا بعد 15 يوم، يعني تصوروا أنهم تحركوا من الجزائر ولم يصلوا إلى مصر إلا بعد 15 يوما، يعني بعد انتهاء الحرب بتسعة أيام. الحرب انتهت في 6 أيام، هم المسؤول إلا بعد 15 يوم، وهذا كان يعني مهيئا ليصلوا بعد يعني نهاية الحرب. الكارثة الأخرى أن يعني هواري بومدين أرسل واحد العقيد خليفة واحد وعبد العزيز بوتفليقة للقاء جمال عبد الناصر، قالك فوجده يعني في حالة نفسية منهارة جدا، وأخبرهم بأن الإسرائيليين يعني بعد الهزيمة يفكرون في الدخول إلى القاهرة باعتبار أن القاهرة هي العاصمة السياسية، هي مركز انتقال الدولة. تعرف شنو الموقف ديالهم أخي جاسم والدكتور سمان؟ شو كان المقترح الجزائري؟ والله المقترح بخصوص شنو كان ما دكتور عبد الحق، أنا كنت مشغول شوي. لا تتوقع يعني بعد ان يعني كان وزير الخارجيه عبد العزيز بوتفليقه وكان هذا العقيد خليفه وجلسوا مع 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 جمال عبد الناصر، وجمال عبد الناصر قال وجدوه بانه منهار نفسيا، بانه قال ان الاسرائيليين مستعدون ان يدخلوا القاهره باعتبارها العاصمه السياسيه ومركز استقلال الدوله. طيب شو كان الرد الجزائري؟ والله شوف أخوي دكتور عبد الحق، الوضع الجزائري طبعا قريبا، أنا هذا الكلام أنا مسؤول عنه، الوضع الجزائري ماضي إلى مجهول، يعني قريبا راح نشوف انقسامات في المعارضة أيضا حتى في الداخل الجزائري. أنا قرأت مقالة خطيرة جدا فيما يخص المعارضة الجزائرية في الخارج، في فرنسا، في سويسرا، في ألمانيا، أعتقد راح تكون هناك برنامج خطير فيما يخص الوضع السياسي القادم في الجزائر. لذلك الأمور ما راح تكون في خير، الأمور أنا أشوفها نفس هو دكتور هو باش نبقى في ذاك الحرب 67، أن الجزائريين اقترحوا على بومدين، اقترحوا على جمال عبد الناصر، قال دع الإسرائيليين يريدون أن يدخلوا العاصمة القاهرة،
الأقل مدعهم يدخلوا إلى العاصمة ولن يستطيعوا أن يصمدوا. وفي حالة إذا لم تستطع مواجهة القوات الإسرائيلية ولم تستطع إخراج إسرائيل من القاهرة، أنا مستعد يعني في كلمة ديال التحدي وذاك العنتريات أن أمنحك العاصمة الجزائر. شو كيف يفكروا النظام الجزائري ولو أن يعني يمنح هدية للكيان؟ لا، هو قال لهم جمال عبد الناصر، قال لهم بأن إسرائيل تستعد بعد الفوز ديالها في سنة 1967 أنها تستعد للدخول العاصمة القاهرة. فالجزائري قال لهم دعهم يدخلون وإنهم لن يصمدون وسنقوم بمحاصرتهم. شوف الأفكار كيف أن يعني الأفكار الجزائر، لو أن عبد الناصر استمع إلى النصيحة للجزائر لكانت الآن القاهرة يعني تحت الحكم ديال أو تحت الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال. النقطة الثانية، هناك واحد الكتاب مهم اللي كننصح الإخوان أنهم يقرأوا، هو العلاقات الإسرائيلية الجزائرية ديال محمد تمت. ومحمد تمت اللي كان أحد المعارضين والذي يعني توفي بالسجن يعني بعد إما تحت التعذيب وإما يعني تحت كان دخل في المسلسل الإضرابات عن الطعام. هذا دار كتاب على العلاقات الجزائرية الإسرائيلية. دكتور أبشرك، الحساب طار والله العظيم من الطار، الحساب اللي فيه 13 ألف متابع اختفى. الله لا، هما ممتازين والله العظيم ان اختفى، خطيرين في هادشي الاعلام والتبليغات والسينيال. قلت كان ارسل لك الصوره، يقول لك ربما مجموعه من الاخوان قرأوا الرساله انا عندي كانت بالفرنسيه، كيقول لك ان ممكن ما يعرفون حتى يبلغون، حتى التبليغ ما يعرفون. وابوي والله ان الحساب طار، انا اتحرى بس اعطوني تقييد يوم الحين ببحث على الحساب ما محصلنا على ابو بليس. هم بعد استغفر الله. تفضل كمل مداخلتك دكتور. شاف في اثناء احد المستشارين ديال الرئاسه الجزائريه، انا كنبحث على واحد اللايف درت الثقه في الوثيقه عدد 115، الاخوان اللي يرجعوا اليوتيوب ديالي يديروا الثقه في الوثيقه 115. كيقول احد المستشارين ديال الرئيس الجزائري اش اليمين زروال ولا كيقول بادر من عروج بربروس، بل كان بمبادره بالسكان ديال هاد الجزائر اللي كان فيها مسجد بسيط وكانوا فيها مجموعه ديال الاهالي، وهم من يعني طلبوا من عروج بربروس خير الدين بربروس اللي كانوا انذاك في جيجل، طلبوا منهم انهم يقدموا الى الجزائر من اجل يعني الدفاع عليهم ضد الاسبانيين الذين حاولوا التدخل في الجزائر لمنع العمليات ديال القرصنه اللي كانت المنطلقات ديالها هي الجزائر المدينه، واللي يطلقوا عليها مدينه القرصان، كلهم يسميها مدينه القرصان. كذلك في القرن 17 كيحكي عزيز سامح التر في الكتاب ديالو الاتراك العثمانيين في افريقيا الشماليه كيف ان الجزائريين ارسلوا يطلبون يعني من شارل التاسع، اعتقد انه يعين ملكا عليهم لانهم ضاقوا ذراعا بالحكم العثماني. هذا الطلب ديال الاستعمار كان دائما هو طلب محلي يوجه الى الخارجيه، يعني ان الحاله الجزائريه هي حاله شاده، هي ان المفروض ان المستعمر ياتي من الخارج ويحكم الداخل. في العيالة ديال الجزائر المدينة الأهالي يطلبون أن يحكموا من قوة خارجية، وطلبوا أن يحكموا حتى من ملكة تلمسان، وطلبوا أن يحكموا حتى من القبيليين الذين حكموا الجزائريين فعلا لثلاث سنوات من 1524 إلى 1527. وبالتالي نحن أمام يعني نظام يعني نقل بنيته السلوكية الاستعبادية الى هذه الشعوب التي يحكمها. وانا كنت قلت انا في اعتقادي انه كنظن بانه انصافا للجزائر اعتقد يجب تغيير العاصمه السياسيه ديالها، لان هذه العاصمه اثبتت تاريخيا بانها لا علاقه لها بالشعوب الاصليه. واعتذر الاطاله دكتور سمان. لا بلاكت والله، انا اذا اسالك سؤال مهم دكتور عبد الحق، بما انه حضرتك من المغرب ومطلع على التاريخ بشكل ممتاز جدا و غالبية طروحاتك تكون واقعية جدا، هل حاولتم التواصل مع الجهات الأخرى داخل الجزائر، يعني أقصد منظمات المجتمع المدني، الأصوات المعتدلة الموجودة في الجزائر للتواصل معهم، أو على الأقل يعني لصلة التواصل ما بينكم وما بينهم، يعني بعيدا عن السلطة السياسية الحاكمة والمخدوعين الكراغلة البقية، يعني أكيد هناك أصوات معتدلة في الجزائر، يعني ما حاولتم تتواصلون معهم؟ لماذا هم مفقودين؟ يعني لماذا هم مهمشين؟ ما نشوفهم على منصات التواصل الاجتماعي هذه الأصوات المعتدلة
اللي موجودة في الجزائر، هل مغيبون أم خائفون أم لا وجود لهم من الأساس؟ يعني هذا أنا السؤال دائما أسأله، أقول في كل دولة الآن في منصات التواصل الاجتماعي هناك أيضا، إحنا ما نعمم يعني، هناك أيضا أصوات شاذة يعني في كل المجتمعات، لكن اللي نشوفه في الجزائر يعني ما شفنا الأصوات المعتدلة، لماذا هم مختفون أو مغيبون؟ يعني ما نشوفهم في منصات التواصل الاجتماعي، لا نشوف صفحات جزائرية معتدلة، ما نشوف سياسيين معتدلين، حتى المعارضة يعني مو بالشكل المطلوب اللي الإنسان يدخل في صفحاتهم ويتحاور معهم ويسألهم أسئلة عن المجتمع الجزائري وعن طبيعة وسلوكيات المواطن الجزائري بهذه الطريقة المعيبة والمخيفة بصراحة. يعني تخيل احنا في 2024 والشعب بكامله يتهجم، يعني شعب ما يحتاج الى توعيه، يحتاج الى ثقافه، يحتاج الى فتوحات من جديد اذا صح التعبير. يعني في بعض الشعوب فعلا تحتاج الى فتوحات من جديد لادخالهم في، لانهم انا اشوفهم الان هم في حاله غيبوبه، في غيبوبه دينيه، في غيبوبه اخلاقيه، في غيبوبه سياسيه. هذا الشعب يحتاج إلى توعية، يعني الإخوة الجزائريين خلا يزعلون من كلامنا، يا إخوان أنتم بحاجة إلى توعية، بحاجة أن تعيدون النظر وتجلسون مع نفسكم وتحاورون أنفسكم وتفتحون منصات أيضا للتحاور حتى ندخل عليكم ونتحاور معكم بشكل إيجابي، نفهم عليكم لماذا هذا التهجم، لماذا هذا الحالة النفسية المتقلبة اللي موجودة عندكم، هل كل هذه آثار الاحتلالات اللي مريتوا بها؟ طيب ليش ما حاولتوا توعون نفسكم؟ ليش ما حاولتوا تعلق التغيير؟ التغيير نحو الأفضل أنا أشوفه من الأمور الإيجابية، لكن أنت أن تصر على أن تبقى على هذا الخطأ وأن تبقى على هذا النهج الخطير وهو منهج التهجم على بقية الشعوب والابتعاد عن المجتمعات بهذا الشكل المخيف، هذا راح يعطي نظرة سلبية جدا عن الجزائر، يعني مو فقط اليوم يعني للأجيال القادمة. يعني ما ذنب الطفل الجزائري الآن اللي عمره ما يتجاوز 4-5 سنوات بعد 10 أو 15 عام آخر، يعني راح يطلع لك نفس اللي موجودين حاليا اللي نشوفهم على منصات التواصل الاجتماعي. لذلك احنا يا دكتور عبد الحق انا سؤالي هنا للأخوة المغربيين، لماذا لا تحاولون التواصل مع بعض المثقفة إن وجدت في الداخل الجزائري؟ إذا جاوبني عليه يعني أكون شاكر لك. دكتور اسمح لي على المقاطعة نأخذ جماعة الخير، الكل يسوي متابعة للحساب جاسم علي ودعموا كل الحسابات الموجودة، الدكتور عبد الحق والدكتور سامان أسمر، عشان ما ينزل البث، ادعموا بعض عشان ما ينزل البث. وفي نفس الوقت الروبوت عندي وده يقول مداخلة لأنه ما يتحمل، ده يقول مداخلة وأشكر الجميع بعد قبل الدكتور عبد الحق طبعا. أنا الروبوت جاسم لايد، أنا لست مرئيا لكني عندي أحاسيس وقلب وعقل. تحية للدكتور الصنيبي والدكتور العراقي وكل الموجودين، بفضلكم قد علمت ما معنى كرغولي وما مكوناته وما أصل جيناته، واكتشفت أنه خليط وسخ من جنان عديدة بينما ما هو فرنسي وما هو أسباني وما هو عثماني، والعجيب أنه حتى العثماني مختلطة جيناته في ذاك الوقت، يعني الحزائري يحمل العديد من الجينات، ولذلك الكرغولي عندما تناقشه فكل المواضيع ينحشر في الزاوية ويبدأ يسب، وليس في مخه إلا الجنس والدعارة وقذف المحصنات. كما اكتشفت أنه الكائن الكرغولي لديه عقدة من الأنظمة الملكية ويحب الشعارات الكبيرة المملوءة بالحرية المزورة. تفضل دكتور سنايبي. انا كنت باغي نجاوب اضحك ثاني يا صاحبي، لان عندنا الحين موعد ديال الافطار، كنت غنقول واحد الكلام اللي هو مضحك والله نسيت، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف يا اخي الكريم الدكتور، شوف هو كانت محاولات ومحاولات، يعني كانت محاولات ديال اعلى سلطه في البلاد في المغرب انه يعني الملك محمد السادس، يعني وقال له منذ مده، يعني قال له يعني اسباب ديال القطيعه ما بين المغرب والجزائر، ويتحدث عن الاحداث ديال مراكش ديال اطلس اسني، كيقول له لا انا ولا انت
ولا من سبقك يعني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسؤولون عنها، وبالتالي لماذا نحاسب بعضنا بعض على قرارات سياسية لا يتحمل المسؤولية أحد فيها؟ وبالتالي علينا أن نجلس إلى طاولة المفاوضات بدون قيد أو شرط ونحل جميع المشاكل. لأن أزيد بعد الخطابات أن اليد الممدودة وقال لهم بأن الشر والآذى لا يمكن أن يصلكم منا، ويعني مجموعة من الخطابات ديال هذا ديال الملك ديال المغرب. أنا في بداية مواجهاتي مع تقني الحميري والبغال، يعني كانت لنا مواجهات وصولات وجولات السنة الماضية، ويعلم الإخوان المواجهات وتقدروا أنكم ترجعوا في اليوتيوب، أرسلت له مباشرة قلت له يا أخي عندما يكون هناك تصعيد على صوت العقل أن يحضر، وعلى الحكماء أن يتفاعلوا فيما بينهم وأن يتحدثوا ويناقشوا الأمور، وأنا أقترح عليك مناظرة أن نتناظر بكل احترام، ورأيي على خطأ على صواب يحتمل الخطأ، ورأيك على خطأ يحتمل الصواب، وهكذا. قال لي جاوب لي على هذا السؤال وبعد ذلك سنشرفك بالمناظرة معنا، وبدأ يقول والله بعدما ألقيت حبالك لأمرغن وجهك في التراب والعنتريات. هاد العنتريات هي اللي خلات أن الجزائر الكبر، هذا الكبر لأن الكبر الفارغ الغير مبني حتى على أسس متينة، وهذا الكبر ما أهلك إبليس إلا الكبر، وما أهلك النمرود إلا الكبر، وما أهلك فرعون إلا الكبر، كله هو ما أهلك هامان إلا الكبر. هذا الكبر هو اللي فوق هذه القضية حتى ديال قلة الحياء. يا أخي جاسم أنت قلت هذا الكلام فتشي ديال الأخر منذ مدة يا أخي، منذ يعني كانت الطبقة السياسية فاسدة جدا. أنا أقول لك واقعة تاريخية وعن الإفطار الآن. تعرف بن بلة أخويا جاسم أستاذ سمان، هذا بن بلة كان عندما أطلق سراحه وكان هناك اجتماع للمجلس الوطني للثورة الجزائرية، كان يناقش مع رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بن يوسف بن خدة. وبن يوسف بن خدة يعني كان شخصية كاريزمية، وكان شخصية يعني مؤدبة، يقول لك هو تروتسكي لكنه يصلي، كان يعني مؤدبا. تعرف ماذا قال له بن بلة يا أخي جاسم أمام أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية، وهذا في الكتاب ديال 50 سنة من القصص السرية بشار. قال له أنت إذا لم يسبق لأحد أن نزع لك السروال سأنزع لك أنا السروال أمام الملأ. هذه هي الثقافة ليستمر مسلسل السروال إلى الآن، أو أسميها أنا لعنة السروال، يعني من 1962 إلى الآن. يعني أنه لا تحدد جزائريا أو لا يتحدد جزائري مع جزائري آخر إلا وكان هذا المصطلح ديال الدعارة ديال القذف ديال السب ديال هذا. أنت دخل داك النار تطلع عقل حتى الروبوت عندي صار يعرفهم ترى. كلمة واحدة أنت تشوف طلع كلام قال كلام وسب، يعني رمز الدولة الإماراتية. يعني إذا تشوف رئيس دولة يعني يقول لك على دولة الإمارات، يقول لك نظام ملعون وأخذتهم العزة بالإثم وجعلهم من أهل النار، لأن تتم دي الآية يعرف الدكتور سمان أنه يعني من أهل النار، أخذتهم العزة بالإثم، لا أذكر الآية من سورة البقرة. وبالتالي يعني والطريقة دي التهديد كلهم على 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 قلب رجل واحد. يا أخي دكتور سمان، أنا يحدثني معارض جزائري صديق والمجلس أمانات، يقول لي أن مجرد الإعجاب بصفحة الدكتور صنايبي أنه يعني 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 الأخر ديالو مصيره السجن. أن جزائري يعجب بصفحة الدكتور صنايبي أنه يذهب إلى السجن، أنك دير متابعة السجن. أن ناس لا أقول لك خائفون في الجزائر، مرعوبون يا أخي. الجزائر هي الدولة ربما من الدول الوحيدة الديكتاتورية الوحيدة التي لا زالت يعني تحكم على المعارضين بالإعدام. دكتور لو سمحت بدي أسألك سؤال، أنا سوري. عمي تبون مين هم؟ أمه وأبوه منين؟ من أي بلد هو؟ هو أكبر من الجزائر، هو منين أصله؟ شوف أخويا، أنا إذا تقول لي يعني الأصول المباشرة، أقول لك أنا اللي كان عارف الأصول ديالو من نعامة، يعني من الصحراء الشرقية المغربية المحتلة. لكن أصوله يعني القديمة، أنا قلت لك عندي كتاب ديال أنصفت الخويا جاسم، الكتاب ديال موسى بن ميمون، شو كاتب إسرائيلي، يقول لك بأن تبون يعني عائلة إسرائيلية. هذا ما توصلنا له من البحث أخي الكريم. شكرا أستاذ، شكرا. عليكم يا أخوان. استاذن منك استاذ جاسم استاذ سمان نفتح دقيقه عبد الحق نسقسيك وروح على راك
ونفطروا خويا نفطروا نرجعوا معليش دقيقه برك دقيقه. مستوى عبد الحق اكبر من مستواك اخوي عمار. شكرا دكتور على المشاركه، واذا تستاذن تفضل انتم ما ادري الساعه صار عندكم، وشكرا على المشاركه وفي اي وقت يا مخبابر. الله يحفظك حبيبي، افطار شهي وتقبل الله صيامك. الله يحفظك دكتور سمان، الله يحفظك. شكرا حبيبي، شكرا. يا اخواني انا عندي سؤال حبيت نسقسيه لعبد الحق هذا ووصلوه له برك. هو كان يقول ما كانش ثوره جزائريه، كيفاش دروك راه يهضر على الثوره الجزائريه؟ لماذا هذا التنيفيق هذا؟ لماذا هو حدد هي فعلا ليست ثوره يا عمار؟ الكلام للسامع صح، ما تقول اسمع، انا سقسيته السؤال مطروح ليه هو، ما سقسيتكش انت. هو حدد حنا كنا نقول لك هي فعلا لم تكن ثوره. هي وش كانت كاينه؟ والله هي كانت حرب عصابات، يعني مناوشات. كيفاش حرب عصابات؟ يعني كانوا فيما يسمى بالمعارضة الجزائرية في وقتها كانوا يختبون في الأراضي التونسية والمغربية ويقومون بعمليات، أنا ما أقول لك يعني لا. ما في عمليات، لا كانت هناك عمليات خجولة يعني. لا حول لا حول ولا قوة إلا لا 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 هذا واقع. أنت ليش لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كيفاش أنا عندي جدي مجاهد، تجي انت تقول لي ما كانش ثوره جزائريه؟ طيب قد يكون جدك واحد من الذين شاركوا بالثوره الجزائريه في وقتها، انا ما نكرت وجود الثوره الجزائريه يا اخي. انا اقول هو 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 عبد الحق قال بلسانه، قال قسما بالله لا توجد ثوره جزائريه. هي يا هل ترى هذا بمعنى يا هل ترى يا هل ترى هذا يعرف التاريخ؟ عمار الأخ عمار، لو في ثورة جزائرية كان تمت فرنسا 130 سنة، كانت طلعت فرنسا بالاستفتاء. كيفش طلعت فرنسا بالاستفتاء؟ لو كانت في ثورة جزائرية كانت هزمت فرنسا، لم تطلع بالاستفتاء. كيف ثورة جزائرية؟ اسمع يا أخي فرنسا، اسمع أنت راك تقول أنت المغرب ذوك خير من الجزائر. فرنسا هزمت وخرجت يا أخي. أعطيني خمس مقاومات أخي عمار. أخي عمار عندك خمس مقاومات تقدر تعطيني؟ وش من خمس مقاومات؟ مقاومات، أعطينا مقاوماتك اللي أنت طلعت فرنسا، خمس مقاومات. يا سبحان الله، عدنا جبهة التحرير، مقاومات جبل جيجل، عدنا مقاومات بزاف. عمار كم عدد الشهداء عندكم؟ عمار كم عدد الشهداء اللي تمت من خلالها تحرير الجزائر؟ اسمع يا اخي عندنا لحظه شوي عمار. دكتور اسمح لي على المقاطعه، لازم وصل وقت الروبوت لانه يزعل، لازم نساله. اخوي روبوت، هل كانت في ثوره جزائريه؟ روبوت هل كانت في ثوره جزائريه؟ عن اي ثوره تتحدثون؟ الثورة لتسميها يا أخي أنا نقدر تقاطع مثل بني آدمي، لا تقاطع، خلي يخلص مداخلته بعدين يزعل ويطفي الجوال. لا تقاطع، لأن إذا قاطعت بعيد من الأول. تمام، لا تقاطع. آخر روبوت لو سمحت، هل هناك ثورة جزائرية؟ آخر روبوت تكلم. عن أي ثورة تتحدثون؟ إن الثورة لتسميها ثورة يجب أن تكون في الأعماق، الثورة الحقيقية تكون متقدمة جدا لأنها تبدل الإنسان وتجدد المجتمع. وكما قال فرانز فانون في كتابه سوسيولوجيا ثورة، أن الثورة تحمل إلى النفوس البرأة والطهر، ويستطيع بها المجتمع التحلل من أدران الجمود والتأخر، فإذا به باندفاعه ينضو عنه أوهاما مزمنة وأفكارا بالية، ويتصل مباشرة بينبوع الحياة المتجدد، فيبعث في تاريخه دفقا حيا يدفعه إلى الأمام بعد أن كان عبئا عليه يشده إلى الخلف، وإذا به وهو الذي عاش قرونا في جمود حتى ظن به العقم، لا يتبنى أكثر أشكال الحضارة تقدما فحسب، وإنما يضع قيما جديدة ويبني حضارة ويتكشف عن قدرة فائقة. تفضل الأخ عمار، تفضل. أخي أنا نقدر نخدم لك فيديو كما هذا، كما اللي راك خادمه.
مو هذا اسال سيده ما سالته هذا نقدر نخدم لك فيديو كيما هذا اللي راه يهدر هذا بالذكاء الاصطناعي نخدمه لك عادي مو فيديو جاي انت تقول لي ما كانش ثوره جزائريه ودير لي بالذكاء الاصطناعي فيديو وتهدر فيه على الناس يا ولدي اسمع ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا ظلوا المراكه تسبوا في الشهداء وتقولوا عليهم جماجم ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا هذا في جني ماروكي شفت حد ماروكي في القسط الحين ما حد حكى عن جماجم اسمر انت مغربي لا انا فلسطيني سوري دكتور سامان انت مغربي يا اخي انا من اقليم كردستان يعني وين المغرب هذا في جني مغربي اقول لكم ترى عندهم عقده مغربيه الجماعه اسمع عندنا عقده مغربيه وعقده اماراتيه اللي قبضوهم في السودان هم يفتوا في السودان الاماراتيين يا كلاب يا ما تحشموش يا كلاب يا انا خليني اسالك سؤال لماذا انتم تتدخلون في الشان الداخلي الخليجي وهي ما عندها علاقات جغرافيه معكم كلاب خلاص هو وصل لموضوع الحيوانات طفرت معه طفر المسكين ما قدر يتحمل طلع والله يا اخوي جاسم بما انه عندك الروبوت اذا تسالي الروبوت عندك ماذا يحدث في الجزائر الان ماذا يحدث في الجزائر الازمات والمشاكل الآن الوقت الحالي حاليا عند مفطار عند مفطار السلام عليكم عليكم السلام دكتور أو بيك لاباس عليكم خوتي صافا لاباس الحمد لله أنت كيف صعدت أنا طلعت يا أخي احنا الجزائريين وأرجو ألا يغضب مني الجزائريين نحن شعب متخلف والإمارات والمغرب شعوب متطورة وفيتنا بأقماء بسنوات ضوئية ونحن بارك انت حضر يلا اخي جاسم اخي حضر انزل تحت انزل 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 تحت لا تمر علي المغالطة الحبيب هذا يالسي هذا تعرفون سالفة الاستوذ هذا يطلع فوق هذا جزائر يعرف انه مخروط بس عشان يبلغ على الحساب هذا ياخذك امان انه وياك وبعدين يبلغ على الحساب يعني يمارس معك التقيه يعني يمارس التقيه ما شاء الله تعرفهم جاسم السلام عليكم معلم وبركاته هلا ابو الشيخ هلا مرحب شو الاخبار مبروكين ازراعه الحليب طبعا ابو الشيخ احنا نريد مبادرتكم ابو الشيخ دعمكم من الامارات موسوعه جنس صدقني يعني ادعموهم من الامارات ادعموا هذا المشروع الحليب اللي موجود انا وهب اتبنى المشروع ان شاء الله اول ان شاء الله ما يتطور بشتري الفكره منهم اي بما انه انت اختصاصك تجاره وتحب التجاره فانا اشوف هذه فرصه مناسبه يعني للاستثمار في الجزائر يا يجي بس طبعا ياخذ شيء لعيبه فهمت السلام عليكم عبد الكريم السلام عليكم تفضل استاذ عبد الكريم سكر صوت يا اخي جزائري لو سمحت تفضل استاذ عبد الكريم السلام عليكم دكتور ما يدري انك قست اساسا كلم منير الدكتور تكلموا مع منير يا اخي دكاتره وايد دكاتره عندي في القست تفضل منير تفضل جماعه الخير في شيء كل من اللي كان يكلمني في الخاص في حسابي الثاني يبعث لي رساله في الخاص المحادثات اللي كانت عندي في الخاص كلها راحت لأن الحساب الثاني طيروه الجماعة فكل من كان عندي في الخاص الجماعة اللي كانوا عندي في الخاص يعيدون يطرشون الرسائل مرة ثانية تمام؟ حسابك راح بالمرة؟ حساب الثاني راح مرة في 13000 كل من طرش لي شيء في الحساب الثاني يبعث لي الله وديك يوصلك حسابين طعونك فيهم 100000 تن أعوذ بالله حتى التبليغ ما يعرفون يبلغون منير تفضل السلام عليكم عليكم السلام والرحمة جاسم أسرع سلام عليكم شفته بحياتي شوف يا جاسم بشوف وبسمع ها
عندما تعرف تلبس سروال نتاعك تكلم على الجزائر. يحيى الجيش الوطني الشعبي، ويحيى تبون، ويحيى شنقريح، والموت للخونة المطبعين بني صهيون. والله ما أنتم الإمارات والمغرب، أنتم خونة العرب، شياطين العرب، نعلة الله عليكم إلى يوم الدين. ما بنزل، ما بنزل، لا تعيط، لا تعيط، هدي 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 يا كرغولي، هدي، ما بنزلك، ما بنزلك، ما بنزلك. هذا شبيه الكرغولي، عاد مستعجل يتحراني بنزل، لا عادي على الراحات، تعودنا ترى. والله أخوي جاسم أنت صبرك صاير مثل صبر إخواننا المغاربة. دكتور هو يقولون جسمه إذا رحت مثلا محل دعارة ما بتحصل إمام طبعا صح؟ خلاص أنا متعود يعني. طبعا صح. السلام عليكم، ما في أحد يرد السلام؟ عليكم السلام. السلام ورحمة الله. السلام يا أخي، أنتم من الإمارات؟ لا والله احنا كوكتيل من الدول العربية. كوكتيل كوكتيل من الدول. انتم فهمتوا المزرعة لما فهمتوها ولا ما فهمتوهاش ولا غير انتم كيما المراركة كيما المراركة انتم اول شيء الاخ عماد ما معنى مراركة؟ مراركة معناتها باسكو مراركة باسكو المروك بكري كانت فاس ومراكش، جا اللي يعطي الجنرال اسسها ردها ماروكو. ماروكو عطاها اسم على المغرب العربي الكبير، زعما جايه في المغرب العربي الكبير عطاها المغرب. ما ودي درس في التاريخ، انا اعرف تاريخك وتاريخ المغرب بس عطني ما هي نعرف تاريخ. انا تاريخ، انا جدودي جابوا الاستقلال بالدم. انا يا تاريخ اعرف الاستقلال اعرف، بس الحين ما هي معنى ترجمة ماروك؟ ماروك بالعربي ما هي ماروكي بالعربي؟ ما يهمنيش انا، ما نعرفش تاريخ تاع المغرب، نعرف باللي ماروكي. ما يهمني ماروكي بالعربي انا، لي ما تهربليش من الموضوع، ما تهربليش من السؤال. هل فهمت مزرعه الحليب اللي تكلم عليها تبون ولا ما فهمتوهاش؟ اول شيء انت مررت المراركة، عطني ما هي معنى مراركة وبعدها تفضل الحليب. ماروك انا نعيط لها ماروك باسكو ماروكو بالعربي. بالعربي احنا ما نستضيف الفرنسيه معناتها. انت عربي صح؟ يا اخي يا اخي يا اخي انا هذه ما يهمنيش اسم تاع المروك يا اخي. انت عربي، اذا عربي تفضل افتح المايك، اذا فرنسي تفضل تحت. تمام، ما هي معنى ماروكي بالعربي؟ اسال الروبوت يا جاسم، اسال الروبوت قد يجاوبك. انا اشوف الروبوت اذكى من الجزائري بصراحه. لا لا لا، الروبوت ما يتكلم بالمستويات هذا، الروبوت مستوى عالي شوي. الاخ العماد افتح المايك، ما معنى ماروكي؟ ما يعرف يفتح المايك؟ لا يعرف، يعرف دام يعرف مراكش ويعرف فاس. اذا يعرف يفتح المايك اتحداك. لا فتح عماد عشان يكون البث محترم. ما معنى ماروكي؟ ماروكو 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 معناتها مغرب، مغرب العربي الكبير. ايش تتكلم باللغه العربيه؟ ما نتكلم بالتون تيرم بالدارجة تاعي أنا، ما خصنيش لغة، لأن اللغة العربية عار وعيب على المطبعين الخونة الصهاينة بني صهيون الإمارات والسعودية حامير الخليج. بس هذا اللي عندك بس، بس لو تحرك تقول شيء ثاني كنت ما طلعتك. أبوي تحرك تقول شيء جديد مثلا، شيء مفيد. أبو شيخة وش تسوي في الجماعة؟ مزرعة الحليب غسلت يدي خلاص. يعني الحين الصهاينه هم اللي يسوون شوف الامور بتتصلح بين الجزائر والمغرب، تتصلح في يوم من الايام. هذا انسى، اهم شيء لازم تصلح البلد، اصلح الجزائر. انسى، استفيد من الغاز، استفيد من البترول، مستفيدين الحمد لله. وين رحم الله والدينك بسام؟ لا نضحك على بعض. وين الاستفاده؟ وين الاستفاده رحم الله والدينك؟ خلنا من عايشين الحمد لله. خلينا نكون واقعيين، انت عايش في الامارات وشايف شايف الفرق بين الاستفاده وبين المستفيد وبين غير المستفيد. تمام، فرحم الله والدينك، احنا نعرف الفرق. لا 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 عايشين عايشين، الكل عايش. شوف حتى متشرد، شوف حتى متشرد عايش. المتشرد حتى هو اذا تساله يقول لك انا عايش، بس فرق بين العيشه والعيشه. كلنا شوف والله كلنا عارفين انت اللي حرك داخلك هو كلام تبون قبل ما يذكر الشهداء، كلامه على الامارات. ما قدر يتكلم عن الإمارات سيدة، هو يتكلم مثل الحريمي لف ودور. ما هو اللي عايش مثل الحريم. كلام حريمي هذا حصار من نفسك رئيس، حصار من نفسك كذا يا أخي جاسم. من الرئيس أتكلم عن كلام، طريقة الكلام، ما أتكلم عن رئيس. لا حصار من نفسك تقول كلام حريمي. أنا أتكلم عن بحترم. كيف أنت إماراتي تخلع جزائري؟
انا لحد الان عندي مده 10 دقائق اتكلم معك، لحد الان ما وصلتش للامارات، وانت لا. تقول تبون وقال وكلام حريم. هنا الاحترام ما كانش، كيفاش تحب انه واحد يدخل ويدير معك تربيه الملوك؟ هذا ثاني تربيه الملوك. طبعا تربيه الملوك، ما نتكلم مثل حريم، نتكلم سيده اذا في شيء في الوجه نكتبه او يطلع مسؤول شخصي ويواجه. اسرائيل راهي متزوجه بالامارات. اسرائيل لا يا اخي علي، دقيقه اخ علي يدور مسؤول. والله العظيم لو اخ علي يدور قصف للبلاد. اخي لو ادخل في موضوع الامارات واسرائيل والمغرب واسرائيل شيء كارثه. نسكت احسن. لا عادي تفضل، امور طيبه. شوف الرئيس تبون، رئيس تبون كل هذا شوي. اول شيء جماعه الخير، مشاركه للبث، سووا مشاركه للبث. اخي جاسم، الامارات كانت تهدد في الجزائر. ما تهددت الجزائر، ما طلع مسؤول رسمي اخذ الجزائر على محمل الجد وتم تهديد الجزائر. متى الجزائر الى الحين ما حد ماخذ علم؟ هل شفت دوله في العالم قالت ان الجزائر عدو؟ لم بس ما خليني نقول له زوج كلمات ونهبط انا. يا اخي مش في احد اخذ الجزائر عدو، ما حد ماخذ. خليني نقول له زوج كلمات برك ونهبط. حتى الامارات مش عدو. انت تقاطع يا علي، تدري وش تسوي؟ انزل تحت اخي. حتى الامارات يا اخي جاسم هيش عدو. انا اتكلم لك، حتى شوف حتى المغرب الحين الاعلام ماخذكم على محمل الجد، ما حد دوله مؤاخذتكم، لان يعرفون ان رئيسكم بس يتكلم بس. هي بس الاعلام العربي، الاعلام الاجنبي كله يتكلم الامارات تهدد الجزائر اقتصادها. شو قالوا حق الجزائر؟ قالوا ان الجزائر عدوه. قالوا الجزائر الامارات، قال ان الجزائر عدوه اقتصادي. رد كرد فعل تبون قال نحن في رمضان إخوة أشقاء، الله يهديهم بأحسن رد يرضاه الله ويرضاه العبد. وش الرد؟ وش سووا له حتى تدعي لهم الهدايا؟ الهدايا من رب العالمين. جميل أن الإنسان يسوي دعاء، بس ماذا فعلت الإمارات الجزائر؟ قلت لك مش أنا اللي أتكلم، الإعلام العربي والإعلام الإنجليزي. من هو الإعلام العربي؟ من الإعلام؟ أي إعلام تكلم وقال إن الجزائر عدوة؟ ابحث. الإمارات تهدد الجزائر في اقتصادها. متى هذا؟ ترى هذا اعلامكم يكتب ان الامارات تهدد الجزائر. لا والله لا والله اعلام جزائري. لا كذا اعلام جزائري ما دخلوش الموضوع. تمام. اي اعلام، اي صحيفه، اي دوله تكلم؟ اعلام. ابحث عند عطني انت عطني مصدر عشان اروح ابحث. يا اخي جسم تكونش عندكم عقده من البحث. ابحث. ما في عقده البحث. اللي انسى تشوف بس مثل بني ادمين، اي واحد يجيب مصدر معه. انت الجزائري تقول لي روح ابحث في الارض مثلا، باش ما نضيعوش الوقت اكثر. وفي مره في بث قلت انت التطبيع عادي لما تكون مصالح دوله. طبعا قلت. تخيل انه كيف نقولها لك، تقوي علاقات سياسيه ولا اقتصاديه ولا عسكريه مع قاتل ارضاها. الحين هذا الموضوع اللي احبه انا. تفضل كمل كلامك. يرضاها المواطن الاماراتي المسلم انه كمل كلامك. يقوي علاقات مع قاتل. قاتل ماذا؟ قاتل لا أبداً. لا تكرر قاتل. نفس المصطلح بس مره واحده بس عشان البث. اسف تجيب. عجبني يا اخي جاسم. كنت سؤال يا جاسم. لا ولد العاصمه عندي جوابه بس لحظه. لا فقط سؤال وانت اجيبه. تفضل. هل اسرائيل قتلت من الفلسطينيين 7 ملايين كما فعلت فرنسا؟ نفس جوابي. خلاص انت اخذ جوابك يا بسام. لا فقط سؤال، انا فقط سؤال وانت كيف. لا هو نفس السؤال جواب، سؤال جواب. تمام الاخ بسام، العالم كله فهمان. افتح المايك عشان يكون في تفاعل مع بعض. تمام افتح المايك. بيننا يعني، من هو اخطر، فرنسا ولا اسرائيل؟ الاخطر اسرائيل، وهذا ما قاله الله تعالى. لا لحظه، رب العالمين وش قال؟ نجيب لك الايه انه وش قال انت؟ لا هذا انت في مخك، مفروض انت تعرف وش قال رب العالمين. يعني اعطنا الخلاصه، ما مفروض الايه بالحروف. عدني بس وش قال رب العالمين؟ اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فرنسا واليهود يحاربون
في اثنين يحاربوا الاسلام، في اثنين يحاربوا الاسلام، وانا اطرد اليهود والنصارى حتى تبيع عملتها. وين اسرائيل؟ وين اسرائيل بالموضوع؟ اليهود اسرائيل هي نعرف، امريكا مسلمين مثلا، بلجيكا مسلمين، فرنسا مسلمين، اسبانيا مسلمين، هذا كل السمسم، كل السمسم، كل واحد هذا في هذا في ذكر الحين تمام الحين منو أخطأ، فرنسا ولا اسرائيل؟ هذا في ذكر القران، فرنسا ولا اسرائيل؟ فرنسا ولا اسرائيل منو اخطر؟ الاخطر اسرائيل. هل اسرائيل من استعمرت بلدك 130 سنه؟ هل اسرائيل من قتلت الملايين؟ هل اسرائيل من جربت الكيماوي على البني ادمين؟ هل اسرائيل من اغتصبت النساء الصغار والكبار منهم والحريم؟ هل اسرائيل من قطعت رؤوس البني ادمين عندكم في عهد الاستعمار؟ هل اسرائيل من اخذت جماجم الشهداء واحتفظت بهم عندها في المتحف؟ هل اسرائيل من نهبت ثروات افريقيا وثروات الجزائر؟ اجبني من فضلك. ليست اسرائيل، هذه فرنسا. ولكن ما المغزى من السؤال؟ المغزى المغزى من الرئيس الفرنسي ليومنا هذا يزور الجزائر وتقبلون يده. المغزى لديكم سفارة فرنسية، ما قطعتم العلاقة مع فرنسا. يعني المغزى من يقبل، من يقبل يده يا نظر عن كذا، من يقبل عن كذا يا ولد العاصمة، هم 5 مليون يعيشون تحت التراب الفرنسي يا أخي، يعيشون تحت يد. يعني بالنسبة لي أنا كشخص أطبع العلاقات مع إسرائيل، يعني إحنا نعرف أن إسرائيل هي أمريكا وبريطانيا، ما في شيء اسمه إسرائيل، ما في شيء، فهمني كيف؟ بس إحنا نعرف أن في شيء اسمه فرنسا، يعني فرنسا عندها سيادة، إسرائيل ما عندها سيادة، إسرائيل هي مخطط غربي أمريكي بريطاني بس، فهمني كيف يا أخوي؟ بس أنت معترف بأنه مخطط غربي بريطاني، خلاص معناته ما في. إذا أنا معترف بأبوه، إذا أنا معترف بأبوه، لماذا معترف بأبوه؟ خلاص لأني مطبع مع أبوه أساسا، أنا عندي علاقات مع أمريكا، عندي علاقات مع بريطانيا، هو نفس الشيء، ما في فرق، يمكن قاتل ولكنه قاتل. فرنسا قتلت أجدادك، ليش تعاملوا وياها؟ لا تكرر نفس المصطلح، فرنسا سوت فيكم العمايل بعدكم تتعاملون وياها. يا أخي أول شيء لما خرجت فرنسا، خرجت الاتفاقيات، فرنسا أكثر من اللي سوت فرنسا ضعف 10 مرات من اللي سوت كيان، وبعدكم أتفق معك. لما خرجت فرنسا خرجت أنسى موضوع إسرائيل، خرجت باتفاقيات، والاتفاقيات لحد الآن الجزائر مجبرة عليها، فهمت؟ مجبرة عليها، مجبرة عليها لحد الآن الجزائر. والآن إسرائيل يعني ما في استقلال إلى يومنا هذا. إسرائيل الله يعيدها بالنهاية. أنت احترفت يا بسام أن ما في استقلال على قولة ولد العاصمة، يعني كيف يا الجزائر مستقلة من 62 مستقلة من 62 مستقل بالعمليات، قاموا بالتجارب النووية في الصحراء الجزائرية إلى حدود السبعينات بشهادة يعني مؤرخين ونخبة جزائرية. لماذا ظلت فرنسا وإسرائيل يجربون التجارب النووية في الصحراء الجزائرية؟ أكثر من 40,000 جزائري أقاموا عليه التجارب بعد الاستقلال. بعد الاستقلال وين المصدر؟ في اليوتيوب صوت والصورة. لما اليوتيوب لما ينطق أحد حتى تبون كنشوفوه في اليوتيوب؟ ما أدري ليش مصادرهم كلها يوتيوب، لأن متعودوا على اليومير. إيه نعم، حتى تبون المصادر أخو بسام، مصادر تكون أعطني المصدر أنه فرنسا دارت تجارب نووية بعد الاستقلال. أنا باش نبحث، ممكن نتأكد، ممكن نكون معك في الرأي. هو رئيسكم رفع دعوة يطالب التعويض على العمليات بعد الاستقلال، وأنت تطالبني أنا بالدليل؟ أي منطق هذا؟ مسألة أخرى، تكلمت عن إسرائيل، ما رأيك أن أثبت لك الآن من الجريدة الرسمية الجزائرية أنكم تعترفون بإسرائيل؟ إسرائيل مذكورة في الجريدة الرسمية الجزائرية وتنسقون معها في مسألة الحدود البحرية والحدود البرية. أخي الغبي الذي لا يعترف بإسرائيل. ها إذا تعترفون بإسرائيل؟ أنا أعترف، لدينا إسرائيل فيها. لا، أنتم كدولة تعترفون بإسرائيل. أول شيء نعترف بإسرائيل،
طيب سجل هذه عندك يا جاسم، هم يعترفون بإسرائيل كدولة. نقول لك على هذا، إسرائيل حكومة عندها رئيس عندها وزير دفاع. لحظة الحين بسام أنت تتكلم ولا أحد ثاني جني طلع من داخل؟ أنا لا أقول نحن الجزائريين لا نعترف كدولة كباسم دولة، نعترف كيان كيان بحكومته برئيسه بوزيره. يعني الحين شوف سويت لي مثل النكته دي الجسم اللي يقول ترى ما اعترف جاسم ملقبينه عنده لقب اسمه استغفر لا تعترف باللقب بس ما تعترف بالاسم الرسمي فهمني. لا اعترف بالاسم الرسمي حتى اسم الرسمي مذكور في القران بني اسرائيل. بنو اسرائيل مو هم اسرائيل. بني اسرائيل اليهود عموما هم اسرائيل عموما هم الكل هم الذي توعدهم الله بالاخر الزمان. لك من الجريده الرسميه الجزائريه تسموها اسرائيل بالدوله ما تسموها كيان، ما رايك؟ وانت يا اخي ولد العاصمه جاتك في تسميه على تسميه اسرائيل؟ لا جاتني انك تنكر انكم تعترفون بها كدوله. ما احسن من نبعث كتيبه أن أعترف باسمها أحسن من أني نبعث كتيبة من الجيش المغربي. هذه كلها خرابيط. أنا أقول لك كتيبة من الجيش الجزائري تقاتل في إسرائيل والفلسطينيين تحارب الأطفال في غزة. أنا أقول لك بالأدلة بأن الجزائر تصدر الغازات وتصدر المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة لإسرائيل لقصف الشعب الفلسطيني. أقول لك سفينة الغاز التي رفضت مصر تزويدها بالغاز المسال ذهبت للجزائر وتم تزويدها بالغاز. أتحدث بالأدلة أن سنترال أن سنتراك ولا اسميها هذه شركة الاستخراج البترول. يا أخي ليش قاطع؟ والله بالعكس أتحداك تجد أنه دعم جزائري لإسرائيل. أعطيتك أنا أعطيتك الدليل يا بسام، تعترف ولا ما تعترف؟ طبعاً. تفضل. بعطيك الدليل. نعم تفضل. تمام. أنت كمل مداخلتكم بجيب لك الدليل بعد شو. صح. ضباط حماس لا أقول كلهم أغلبهم كانوا تلاميذ في الجزائر في مدرسة شرشال. كيف يكون دعم من طرفين؟ يا ولد العاصمة عجب. لم أسمع. بغير جوالي للإنجليزي. أعتقد أنت تفهم من إنجليزي. فرنسي. بغير جوال هذا شوي. تمام هنا. أنت الآن لو استخرجنا لك من موقع الأمم المتحدة نسبة الصادرات. لحظة. شوف لحظة شوي. هذا شوف موقع التجارة العالمي شايفنا صحيح؟ شايفنا بسام؟ شايف. تمام. اضغط عليه العلاقات الإسرائيلية الجزائرية نشيل الترجمة. وش ذا؟ وش ذا؟ ما نسألك سؤال. لا خليك من السؤال لحظة شوي بجيك السؤال. إيه نسألك سؤال. بجيك السؤال. شوف العلاقات من متى قائمة التصدير. شوف. تقدر شوي. شوف. من 92. شايفينها؟ شايف. كيف؟ تمام. معناته بعدك تنكر ان ما في علاقات؟ كيف لدوله بعدك تنكر ان ما في غاز؟ شوف كم ترى طول هالغاز. شوف هني. لا انا منع اربع ملي. هذا خليك ما تعرف انجليزي بترجم لك عربي. ترجم عربي. ترجم. شوف هني هاي الترجمة. شايف. بس كيف لدولة ما عندهاش علاقات سياسية وعلاقات دبلوماسية مع دولة أخرى كيفاش تتعاون معها؟ كيفاش تتم الاتفاقية؟ كيف يتم كبل هذه الصورة يا جاسم دقيقة. كيف يتم العقد؟ لأن تشوف عشان حتى الشعب يتم مصدق إن ما في علاقات مفروض ما يعلنونها للعلن عشان أمثالك يتمون مصدقين إن ما في شيء. جماعة الخير تشير وتكبيس البث. شفت يا أقرأ زين.
حتى الجزائر لا تستطيع رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل. لماذا؟ لأنها ليس لديها علاقات مع إسرائيل. يا أخي اقرأ. كيف تقول كيف يا أخي أنت؟ بالعكس هكذا تثبت لي أنك تكذب. قسما بالله يا الحبيب، لحظة شوي، احنا أعطيناك المصادر، لحظة شوي. شوف، كل العلاقات يعلنون عنها رسميا ودبلوماسيا، لأن يوم تنعلن دبلوماسيا يمكن الشعب عنده ردة فعل أو شيء أو غيره، ما يخصنا فيه. الشعب مو بطايع يصدق، لأن النظام يخبره أن أنت مغسول دماغك وأن ما في علاقات، بحكم أن الضريرة أختنا فلسطين كذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ عشان إسرائيل تستفيد من الغاز على الراحات من تحت لين تحت، ولا حد من المواطنين يتكلم لين الحين. أنت في نظرك يا بسام، وين ثروات الجزائر؟ وينها؟ هناك من تستخرج وتصدر إلى أوروبا. وين فلوسها؟ وين فلوسها؟ فلوسها تصرف الجزائر، تصرف على الميزانية. تصرف على الإعلام الخايس اللي يتهجم على الدول يوميا مثلا؟ أغلب الميزانية تصرف على وزارة الدفاع. ها الحين وصلنا للموضوع المهم، تدفعون على شو؟ وزارة الدفاع، تطوير السلاح. ليش؟ شفت كيف يتم غسيل المخ الجزائري أن عنده أعداء هو ما عنده أعداء؟ ما حد يعادي. شفت دولة معينة تقول حنا متخذين الجزائر عدنا عدو واحد وهو اليهود لإسرائيل. نعم، شفت الجزائر هددت إسرائيل؟ إسرائيل هددت الجزائر مثلا؟ إسرائيل هددت الجزائر من أرض المغرب. لا تضحك، خلينا نتناقش باحترام. متى قالت إسرائيل؟ لحظة، متى قالت إسرائيل أن الجزائر عدو من أرض المغرب؟ متى قالت إسرائيل؟ متى قالت؟ بعد التطبيع، لما جاء وزير الخارجية الإسرائيلي بعدين إلى المغرب، يوم صعد في المغرب قال لكم يا الجزائر، وقال أن الجزائر عدو. شي قالها؟ قال الجزائر عدو، وما حصل مكان إلا يجي عند المغرب ويقول لكم السلام عليكم أنتوا عدو. يا أخي وين مصدرك؟ وين مصدرك؟ وين مصدري؟ هذه مش تحتاج مصدر. بعد التطبيع جات زيارة إسرائيلية، وفد إسرائيلي للمغرب. تمام. حنا في الإمارات جانا وفد إسرائيلي بعد التطبيع. ليش السعودية ما قالت إن إسرائيل هددتنا؟ لا ما تقولش، لأنه السعودية ما تهددش. لو حدث التهديد حبيب، أنتوا شايفين كل شيء تهديد؟ شوف، هم يوهمونكم كذا عشان يخسرون الميزانية على التسلح. لا، وما في شيء تسلح أساسا. حتى السلاح اللي يجيبونه خردة. نحن سمعنا بأذني يا أخي. ما احنا نسمع، خلنا نسمع. ليش ما سمعنا احنا؟ وين الدليل؟ لأنك تبحث في الجزائر فقط، لا تبحث في الخارج، تبحث في الجزائر فقط. تفضل ولد العاصمة، تفضل. اسمعني بارك الله فيك، بالله عليك على لديك عقل. أنا أقول لك، هات لي خطاب المبعوث الإسرائيلي يوم زار المغرب، هات لي أين هدد الجزائر. أنا أتحدث الآن، ما تقول لي هذه ما تحتاج دليل. الرجل قال العلاقات الجزائرية الإيرانية تثير مخاوف في المنطقة. هات لي أين هددكم. أنا أتحدك الآن أمام الجميع. يلا ابحث، خذ من الوقت. لا ابحث. أنت تكذب. أنا لن أبحث في شيء غير موجود. أنت مدعي، أنت مدعي عقلينا. العلاقات الجزائرية الإيرانية تثير مخاوف في المنطقة. نعم، هذا تهديد. لا، ليس تهديد. هذا ليس تهديد. أنت قلت، قال أن الجزائر عدو وهددها. أنا الآن أطالبك بالدليل وأتحداك أمام الجميع. يلا، لو تأتي بدليل واحد أنه هدد الجزائر، والله ما أتكلم في هذا الموضوع ولا أدخل مرة أخرى. الله يلا. يا أخي، أهدد في موضوعك. هذا دليلك بس، ما عندك دليل. أنا تنهار يا أخي. بسام عندك دليل؟ عندي دليل. شوف يا أخي جاسم، أنا طلعت معك مش باش نتجادل مع إخوتي المغارب، لأنه شوف، لأن أنت الحين أساسا تتكلم في أرض المغرب. ترى كيف تتكلم في أرض المغرب؟
يعني انت تتكلم ترجع المغرب وهدد من المغرب، معناته الموضوع يخص المغرب. اذا الحين المفروض قبل لا تتكلم مثل ولد العاصمه معروف في شيء، كل ما يتكلم الا ويجيب الدليل. انت تتكلم عطنا دليلك، لا تقول لي ابحث. انت تدعي شيء لازم انا بروح ادور لك على الدليل واجيب لك اياه. يعني انا اعطيك كلمه واعطيتك الشخص وقلت لك الموقف، انت ابحث وشوف. انا مش مجبرك انك تصدقني، انا طلعت معاك يا اخي. عطني مصدر وين ابحث وش اكتب. اكتب الوفد الجزائري الوفد الاسرائيلي في زياره المغرب وتهديد الجزائر من ارض المغرب. اكتب تسمع. طلع في أي منصة في أي موقع في أي طلع لقناة النهار عندكم، بس قد طلع لتقرير من عند قناة النهار بس. لا اسمع، لا ما تسمع قناة النهار لا جريدة لا خبر. اسمع الخطاب في حد ذاته، الكلمة في حد ذاته. ما أفهم عبري، ترجم. جاسم هو كان بالمغرب وقرار طلع من الجزائر. إيه صحيح. لحظة بسأل الروبوت عندي، مستر روبوت، هل إسرائيل تعتبر الجزائر كعدو أو سبق تهديدها؟ أنا بصفتي روبوت لا يمكنني أخذ طراهات الجزائر على محمل الجد، لأنهم يحبون الشعارات المنفوخة بالريح، إما بالنسبة لمصالح الدول ففرنسا أخبث من كل الدول، ومن يتعامل مع فرنسا يمكن أن يتعامل حتى مع الشيطان. حتى الروبوتين. شوف بدي أسأل سؤال أخي جزائري. أخي جزائري، إسرائيل ما قتلكم، الفرنسا اللي قتلكم وأنتم طبعين معاها. هذا فلسطيني، هذا فلسطيني. أنا فلسطيني، ممكن تفهمني؟ اسرائيل ما قتل فيكم، ليش تكرهون اسرائيل؟ فرنسا اللي قتل فيكم وانتم مع فرنسا. انت ما تكره اسرائيل؟ كلنا نكره اسرائيل، الكره شيء ثاني. شالوم 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 شالوم. سبحان الله. اسكت علينا، اسكت علينا، اسكت علينا بالسام باسكو. علاش نقول لهم شالوم باسكو هما صهاينة؟ شالوم تقولهم السلام عليكم. شالوم الاخ جليل، شالوم الاخ المسلم، شالوم الاخ السني. ممكن الربو ممكن سؤال معاه تقول له هل الامارات متطبعه مع الكيان الصهيوني، نعم ام لا؟ اريد الجواب من الروبو. تفضل. بس تفضل لا تنسى مداخلتي، انا طلعت قبل هذا الاخ هذا. تمام تفضل تفضل تفضل. هذا الجزائري يقول ان في علاقات مع لا 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 إسرائيل. مطبعة الإمارات مطبعة مع الكيان الصهيوني. مطبعة مع الكيان الصهيوني. خليني أسألهن زي نسكت، خليني أسمع زين. هذا حساس الروبوت ترى. أسأل الروبوت. لا الروبوت سكران. اخي الروبوت العلاقه مع هذا الجزائري، خلني اسكتوا زين، خليه يسمع زين. يا جلال يا جلال، خليه يكتب، خليه يكتب. لحظه، خلي الروبوت يتكلم زين، خلوه يتكلم زين. اخي الروبوت هذا يتكلم عن تطبيع العلاقات. خليه يكتب الإجابة، خليه يكتب الإجابة. لا الإجابة مستطيع أن يكتب الإجابة. هذا الجزائري يقول أنه تم زرع الإمارات من طرف إسرائيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. دولة وظيفية. الإمارات تاج راسك وتاج راس اللي جابك. المطبع الأخرى المطبع. وتطورا وإنجازات يصعب على مخك. تفيدك إسرائيل يا طب. كذلك أن العلاقة الجزائرية الإسرائيلية كانت علاقة ثابتة، يعني يتحدث على مجموعة من الشراكات في مجموعة من الأمور، وكانت حتى باش تضحك شوية أخي جاسم علي، كانت هناك شراكة اتفاقية ما بين وزارة الصحة الجزائرية ووزارة الصحة الإسرائيلية. تعرف شنو طلبوا منهم أستاذ جاسم؟ شنو طلبوا منهم الجزائريين؟ جاسم جاسم مبلوج اسمعني. كمل كمل. جاسم مشغول. كمل كمل. كان هناك صفقة في مجال الصحي ما بين الجزائر وإسرائيل. فالجزائر طلبت يعني من 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 الإسرائيليين أنهم يبعثوا لهم 10 وحدة
لقياس الحمل. هذا في إطار لقياس الحمل. هذه الصفقة التي يتحدث عليها محمد تمت في كتاب ديالو العلاقات الجزائرية الإسرائيلية. الفيديو اللي طرحه الأخ هذا فيديو مشهور ديال اللقاء ديال إيهود بارك مع عبد العزيز بوتفليقة في الجنازة ديال الراحل الحسن الثاني، واللي قال فيه عندما تحتاجون لنا سوف تجدوننا، هذا ثابت في صوت الصورة. من دافع على صورة الجزائر إبان العشرية السوداء حينما قتل النظام الجزائري 250,000 من الشعب الجزائري؟ من دافع عليه هو برنار ليفي، هو المنظر ديال التشرق الأوسط الهداء والفوضى الخلاقة ومجموعة الأمور، أنه كان يأتي الجزائر وأنه يعني كانت يعني مجموعة ديال 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 المقالات تقدر ترجع أنه كان يعني جاء إلى الجزائر ودفع للجزائر وحملوا أكثر من ذلك شيء. برنارد ليفي قال بأن جميع ضحايا الإرهاب يستحقون ما حصل لهم لأنهم صوتوا لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهذا الشيء هذا تقدروا ترجعوا له في الكتاب ديال العلاقات الجزائرية الإسرائيلية ديال محمد تملت الصفحة 231. وكيقول في الصفحة 229 كيقول كاتب اللوبي، قام اللوبي اليهودي بكتابة تقارير تبرر جرائم النظام العسكري الجزائري وتحمل المسؤولية للجماعات الإسلامية المسلحة. والكاتب هو دائما يعني هو جزائري بطبيعة الحال. قال كان النظام الجزائري في الصفحة 225 كان النظام الجزائري يتودد لليهود من أجل كسر الحصار عليه بعد الانقلاب على المسار الانتخابي. قال في الصفحة 227 معظم من زار الجزائر خلال العشرية السوداء كانوا من اليهود. وكيقول أنه في الصفحة 223 قال لك أن باب الواد واحد المنطقة في الجزائر تخرج عن بكرة أبيها لخدمة اليهود الإسرائيلي جون بيير شتورا ودانيال مزغيش ولا مرغيش وإنريكو ماسياس. وقال بأنه أن أحد الصهاينة اللي اسمه شوراقي كان من أشد الصهاينة تطرفا، وكان يرفض أن يمنح شبرا واحدا من القدس كعاصمة لفلسطين. هذا أندري شوراقي إسرائيلي دخل الجزائر بموافقة شخصية من الرئيس شادلي بن جديد، وتم يعني التخصيص له سيارة رسمية كانت في انتظاره في المطار. وبالتالي أنا كان ننصح الإخوان يرجعوا لهذا الكتاب هذا ويكتشفون حجم العلاقات الجزائرية الإسرائيلية. تبون بعظمة لساني يقولك أن ليس لنا مشكل مع إسرائيل، هم يريدون تطبيع علاقات مع إسرائيل لكن يريدون تطبيع من تحت الطاولة، أما هم فهم لا تهمهم القضية الفلسطينية لا من قريب ولا من بعيد. في الكتاب ديال إبراهيم الملي شي حاجة إبراهيم الملي واحد الكتاب ديال العلاقات الفرنسية الجزائرية 50 سنة من القصص السرية، يحكي على أن فرانسوا ميتيرون كيقول حينما جاء إلى المغرب في الجزائر في نهاية السبعينات قال جئت إلى الجزائر وأنا أعلم بأن الملف ديال بأن القضية الفلسطينية هو ملف ثانوي بالنسبة للجزائريين، وبأن الملف المهم بالنسبة لهم هو قضية الصحراء الغربية المغربية، وبالتالي لم تكن القضية الفلسطينية يوما ما يعني على أولوية. والدليل أن السعودية قامت بمجموعة من المبادرات في فلسطين، الإمارات تقوم بمبادرات إلى الآن في فلسطين ومساعدة الغزاويين، المغرب حدث وحال ولا حرج، إلا أن الجزائر يعني لم تقل بأي كلام. ربما الكلام ديال اللقاء الصحفي ديال الرئيس تبون قال كلاما خطيرا للأساتذة الكرام لم ننتبه إليه، وأنا أعتقد بأنه أهم كلام قاله. قال بأن الجيش الشعبي الجزائري قانونيا ممنوع عليه أنه يتخطى الحدود الجزائرية. حينما تقول بأنه ممنوع عليه يتخطى الحدود الجزائرية، كيف تتشدق وتتجدر وتقول بأننا سوف نحل هذه القضية الفلسطينية ونندد بالاحتلال؟ بن بالله منذ سنة 1964 عاهدهم قال بأنه سوف نرسل 100,000 جزائري لتحرير فلسطين منذ ذلك الحين، وكانت الشعارات. وفي ذلك الوقت يحكي طاهر الزبيري في الكتاب دياله يقول لك بأن ياسر عرفات وقياديين فلسطينيين جاءوا إلى الجزائر فظلوا ينتظرون 3 أشهر قبل أن يستقبلهم يعني تستقبلهم القيادة الجزائرية. وبالتالي نحن نقول أن هناك متاجرة بهذه القضية الفلسطينية، ونقول بأن ليس هناك عداء جزائري لإسرائيل، ونقول له بأن حتى عبد العزيز بوتفليقة ثابت أنه كانت له لقاءات مع شيمون بيريز في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت له لقاءات مع شيمون بيريز في مدريد، والسيد كان ينسق وكان يعتقد النظام الجزائري بأن اللوبي اليهودي في العالم هو القادر على منحه الشرعية بعد الجرائم التي قام بها في التسعينات. إذا العلاقة ثابتة، فيها شيء من السرية لكن أنها بدأت تتسرب يعني إلى العلن، وأنا أعتقد يعني هذه مجرد يعني تفاعل بسيط. لو أن ممكن أنهم ترجعوا للكتاب هذا، ولا أننا نديروا لقاء ونحضروا الجميع مظاهر أو تمظهرات علاقة الجزائر الإسرائيلية. السيد الكرام أحسنت دكتور عبد الحق، لكن أنا هناك سؤال دائما ما أطرحه
في بثوث الكراغلة وهو فيما يخص العلاقات الجزائرية المغربية من عام 62 إلى اليوم. يعني ما شفنا مبادرة سلام أو مبادرة حسن نية من الجزائريين تجاه الدولة الجارة المغرب. يعني على مر التاريخ ومع تغيير كل الأنظمة اللي حكمت الجزائر بالحديد والنار، لكن للأسف ما شفنا يعني نظام جزائري معتدل يمد يد التصالح مع دول الجوار. يعني اليوم أشوف إذا مدت الجزائر يد التصالح أو التسامح أو طلب المفاوضات والجلوس على مائدة واحدة أو على طاولة واحدة مع الإخوة في المغرب، أعتقد الإخوة في المغرب سيكونون سباقين ويستقبلون هذه المبادرة. لكن للأسف يعني إحنا ما شفنا هذه المبادرة على مر التاريخ كما ذكرت لحضرتك. من 62 إلى اليوم كل المبادرات كانت من ناحية الإخوة في المغرب. يعني نعرف المواقف المعتدلة والمشرفة للمملكة المغربية، لكن للأسف ليس هناك استجابة من الجانب الآخر اللي هو جانب الكيان الكرغولي، بل على العكس الآن الكيان الكرغولي بدلا أن يحاول أو يبادر بكسب الأصوات العربية والإسلامية والعالمية، بالعكس الآن شوف علاقات الجزائر مع من؟ مع الدول التي دائما لها مشاكل اقتصادية وسياسية. لذلك أنا أشوف هذه الخطابات الأخيرة أنا أسميها الخطابات التبونية اللي ما قدمت للقضية العربية أي شيء يذكر إيجابي، وخصوصا فيما يخص القضية الفلسطينية. يعني شوف كل المبادرات كانت مبادرات خليجية، حتى إذا نرجع لتاريخ ما قبل 7 أكتوبر كانت هناك مبادرة سعودية قيمة بحل الدولتين اللي انتقدتها في وقتها، أنا أتذكر في تحديدا في الشهر الرابع أبريل من العام الماضي كانت هناك انتقادات من الجزائر بهذه المبادرة بأنها ستكون عقيمة. يعني تخيل أنه أنت بعدك ما داخل طاولة وتتهمها بأنها مبادرات عقيمة، فأي منطق وأي كلام وأي سلطة تتعامل معها المغرب وتونس ودول الجوار؟ والله أنا أستغرب يعني بصراحة من المواقف الخجولة أو المواقف الغير مشرفة للجزائر تجاه القضية الفلسطينية. يعني شوف أنا ذكرت لك قلت لك من 62 يعطونا الإخوة الجزائريين إنجاز واحد فقط، إنجاز أنا ما أريد إنجازين أو ثلاثة، إنجاز واحد فيما يخص القضية الفلسطينية أو مبادرة سلام أو طرح أي. يعني تخيل أنه كانوا يلومون المغرب بأنهم لم يقدموا أي مبادرة في الأمم المتحدة، وهم غير مطلعين بأن المغرب ليست عضو دائم في الأمم المتحدة وليس لها مقعد في الأمم، فيلومون المغرب على أمور يعني لا يجهلونها ولا يعرفون عنها أي شيء. فالأخوة الجزائريين للأسف احنا نتكلم معهم بأسلوب متحضر. يعني انا بحياتي انا ضد الطعن في الأعراض والسب والقذف، لكن احنا ننتقد، الانتقاد يختلف يعني يختلف جذريا عن السب والشتم. هذا احنا مجتمعنا العربي للأسف يا دكتور عبد الحق ما يفرق بين الانتقاد الصحي التربوي الحقيقي وما بين السب والشتم. يعني يصعد لك الكرغولي أو الجزائري في كل البثوث، يعني أنا مسجل عندي أكثر من 62 بث جزائري، من هذه من مجموع 62 ما شفت بث جزائري واحد معتدل يعني يطلع الإخوة في المغرب أو في الخليج أو في كل الدول العربية والإسلامية يتحاور معهم بشكل عقلاني. دائما يصعدك يهينك يسبك ويعتبره إنجاز وينزلك تحت ويعطيك كتم وحظر، عكس البثوث الأخرى اللي احنا نشاهدها. أنا أدخل في البثوث المغربية كثير يعني خصوصا في الفترة الأخيرة، ما شفنا هذا الأسلوب اللي يتبعوها الأخوة في المغرب أو في الخليج، ما شفناها عند الأخوة الجزائريين. فهذا الخلل النفسي أو اللي يعاني منها الأخوة الجزائريين واللي نحاول احنا انتو في المغرب في الخليج في الشعب الجزائري يقول لهم يا اخوة يا اخوان ابتعدوا عن السب والشتم والقذف، حاولوا تكونون محاورين جيدين، اعطوا نظرة ايجابية عن دولتكم عن بلدكم عن ثقافاتكم وعاداتكم. لكن على العكس يعني اليوم الصبح احنا كنا في بث، يعني تخيل انه اكثر من 40-45 يمكن ابو شيخة كان معي، ما شفنا جزائري واحد صعد فوق
وحاورنا بشكل عقلاني مباشرة يصعد يطعنك في عرضك وينزل ويتفاخ عنك وسبك وقذفك لأنه دكتور يعني ما أعرف هذا دكتور هم عندهم أنا ظن سمعت واحد منهم يقولهم يا جماعة الخير اللي ما يسب وما يبلغ مو برجل فاهمين موضوع الرجولة غلط مسمى الرجولة عندهم بالغلط فعلا يمكن هذا اللي هم اللي ماشيين عليه طيب ليش ما يتعلمون من بقية الشعوب يا أخوي جاسم دكتور هو دكتور شوف هو المشكل أكبر من هذا بكثير هذا المشكلة هذا المشكلة دولة الجزائر أنها لا تحكم من طرف أهلها هادو من يحكمون الجزائر حاليا ليسوا جزائريين يعني أنا كنت كان معنا الأستاذ جاسم وكنا بينا يعني أحد يعني الكتب ديال موسى بن ميمون هذا الكتاب ديال واحد الإسرائيلي ويثبت بأن تبون ينتمي إلى عائلة إسرائيلية هذا هذا البحث في التاريخ يا أخي ديال العائلات الجزائرية والتاريخ ديال الجزائر خاصة منذ العهد العثماني كيبين لك بأن الإيالة الجزائر اللي هي مركز القرار السياسي الذي جعل منه عروج بربروس والأخوان عروج وخير الدين بربروس هو مركز القرار السياسي الجزائري يعني جاء في غفلة من الزمن لدرجة أن أحد الكتاب يقول لك بأن خير الدين بربروس يقول لك أنه حينما كان يعني الأهالي يروننا كانوا يفرون منا يعني كفرار الطير قال لك لأنه منذ أزيد من 100 سنة لم تكن في الجزائر دولة ولا حكومة ناس كانوا يعني كانت شوية ديال لاباربري المكونات التي دخلت من بعد يعني دخلت وأخضعت السكان الأصليين ودفعتهم إلى مغادرة الجزائر إلى الجبال وإلى خارج الجزائر فمن كان يتحكم في الجزائر؟ كان يتحكم فيه العثمانيين يعني حتى لا نقول الأتراك لأن أغلبية العثمانيين أو الكيشاريين لم يكونوا أتراكان منهم من كان من قبرص من كان يوناني منهم من كان من بعض الجزر ميديلي وغيرها وكان رياس البحر اللي كان بعضهم عثمانيين وبعضهم اللي هما يعني مسيحيين اللي كان وكانوا يعني مجموعة من ليرونيغا كيتسموا المهتدين اللي كيقول دي هايدو أنهم كانوا يشكلون نصف السكنة ديال الجزائر هادو المهتدين ليرونيغا وبالتالي هذا الكلام هذا حينما يتحدث أبو القاسم سعد الله اللي هو يقول لك شيخ المؤرخ الجزائري في كتاب ديالو تاريخ الجزائر الثقافي كيقول لك أن هذا العدد عدد ضخم وكبير جدا إذا ما قرنا بعدد السكان ديال الجزائر آنذاك يعني عدد السكان ديال الجزائر آنذاك هناك من يقول أنه كان 28,000 كاين اللي كيقول 21,000 كاين اللي كيقول يعني 30,000 وكيقول لك أن عند نهاية العهد العثماني يعني كان 120,000 يعني هادو إلا شفنا أنه كانوا المهتدين كانوا أزيد من 30,000 إلا شفنا بأن الانكشاريين ربما كانوا 30,000 ولا إلا شفنا أن ريوس البحر كانوا 11,000 ولا 15,000 وبالتالي تمكن العرق الأجنبي من أنه ينتشر ثانيا أن الدكتور السمان حينما يقول لهم أنه الكولوغلية فالكولوغلية ليسوا هم السكان الأصليين بل أن الكولوغلية كانت يعني كانت الكولوغلي هو النتاج ديال الزواج ديال التركي بغير التركية أو بسيدة أصلية وبالتالي كان ممنوع عليهم أنهم يشتغلوا في الوظائف السياسية والوظائف الإدارية لأن هذا المعنى الكولوغلي تعني ابن العبد وبالتالي يعني حتى هذا الكولوغلي اللي كان نصفهم تركي ونصفهم غير تركي لم يكن يسمح لهم بأنهم الوصول إلى السلطة وكانوا هاد الكولوغلي حاولوا أنهم تشكيلوا واحد الطبقة وقاموا بثورة سميت ثورة الكولوغلية لكن أن من أقبرها هم آباء الكولوغلي هم الآباء ديالهم يعني وتم يعني القضاء على هاد من كانوا يطلقوا عليهم أبناء العابد إذن أنا أعتقد من خلال قراءتي البسيطة أن الطريقة باش يحكم النظام الجزائري على الشعب الجزائري والتقتيل ديال الشعب الجزائري بدون يعني كذاب انت شرير لا ما يفيد يعني ما استفدنا شيء اذا انت تجي تكذبني بس يعني نصدقك انت ونكذب الثاني تكلم بارقام وتواريخ وكذا يعني قارع الحجه بالحجه اخويا تحيى وهران قارع الحجه بالحجه الحجه بالحجه لو سمحت تفضل اخو وهران خلاص وهران ما عندك مداخله تفضل تحيى الجزائر
السلام عليكم اخوكم بلال من الجزائر. شفت هذه الناس اللي تمثل البلد افضل تمثيل. تفضل. والله يا اخي راهو هادو اللي طلعوا من الجزائر والله راهم يبهدلوا بينا، والله ما عندهم مستوى نقاش ولا كلام. انا كنت نستمع للبت واشكرك على انك اعطتني مساحه، كنت نسمع البت ونسمع تدخلات الناس اللي كانوا معاك، نفس بسم الله ما شاء الله ناس يتكلموا بحجاج بارقام. للاسف للاسف احنا في الجزائر والله راه احنا نعيشوا حاجه ما هوش مليحه، والله ما نعيشوا حاجه مليحه صراحه. انا طلعت اذا الانسان شوف شوف عادي يطلع انسان جزائري مثلا يناقش في الموضوع، بس لازم يكون متمكن مقارنه مع اللي مقابله، حتى لا تجيب انت لانك انت تبهذل في بلدك، تحط بلدك في موقف. والله عيب عليهم، والله عيب اخوي جاسم. اذا صار مجال صعدنا اخونا الساهج من السعوديه اذا ما بيها زحمه. الساهج ما عندي، الساهج وينه؟ الساهج احتياط. لازم يعطينا المجال طبعا، ما في مجال. والله اخ جاسم انا كنت حاب نتكلم على شان المزرعه تاع الحليب. صراحه الناس تتمسخر علينا وتقول ان المزرعه من اشجار. لا المزرعه راح تكون. لحظه شوي لحظه شوي، لازم اطلع عربيون لحظه بطلعك انت بس لازم حد يعطنا كيف جاسم سوي القسطمان. كيف اسوي القسطمان؟ 2 4 6 كيف اسوي لحوم الخيول والمياري والبغال باستثناء او تبرز؟ وأثار هذا التشجيع استياء جزائريين، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة وحتى ساخرة من هذه الخطوة. بس يا جماعة الخير خلاص الروبوت. والله يا أخوي جاسم بما أنه أنت احنا ذكرنا الخيل والحمير، لذلك أنا رسالتي الشعار اللي راح أطلقه شعار مهم جدا وخليه يسجلوه عندهم الجزائريين، لأن بما أنهم مقبلين على الانتخابات فأقول لهم الخيل والحمير لتركبوها لا لتنتخبوها، لذلك لا تنتخبوا تبون. لا لا أنا صراحة واحد بنتخب تبون حتى لا تناقشوها بعد. صح لا لا جاسم أنا بنتخب تبون، أنا راح يسوي مشروع نيوتن ما سواها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد الكريم، كيف حالك؟ السلام عليكم. كيف حالك يا جاسم؟ تسمعوني؟ نعم نعم أستاذ، يمكن مشغول بس. نعم تفضل لك المايك. لا لا كان أنا أرى أن الحديث عن الجزائر. دكتور السلام عليكم، ما سلمت عليك دكتور عبد الكريم. كيف حالك يا أخي؟ الله يبارك فيك. طيب أنا أحترم الدكاترة جميعا وأحترم كل الأشخاص المحترمين اللي يحترمون نفسهم طبعا، وأنت إنسان كبير في العمر لك كل التقدير وكل الحب وكل الاحترام. أشكرك، طول الله بعمرك ورزقنا الله بالكثير من أمثالك. أنت وشك بركة أساسا، وشك بركة. شكرا 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 على استضافتك. أنا استضفتك أساسا، يعني شكرا لك على تشرفني في البث. وشيء ثاني، سوي لي متابعة للحساب هذا عشان تواصل وياك في الخاص، والكل يسوي متابعة لحسابي الجديد، حساب هذا جاسم علي اللي فوق، الكل يسوي له متابعة لأن هذا حساب جديد والثاني طيروه جماعة الهوكي. تفضل دكتور. الله يبارك فيك أخ جاسم، وطلب الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه العشر الأواخر رحمة وعتقا من النار. صراحة أنا الناس تتكلم على الجزائر وأنا كنشوف تعليقات على المروك. المروك يعني ناس تتكلم على الشجرة الحلوب، التعليقات كلها على المروك، يعني حالة مرضية والله، الناس أصيبوا بحالة مرضية. أنا صراحة أنا سعيد جدا، والله سعيد جدا. أنا كنت أسمعكم وأنا كنت مائدة الإفطار، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا. سعيد لأن ما كان يسمعه ويعيشه المغاربة فقط وصل حتى الخليج العربي، وأشقائنا في العالم العربي أصبحوا يعلمون مع من حشر الله في الجوار، وهذا شيء جميل، هذا غاية ما كنا نتمنى. كنا فقط نريد أن يعلم العالم ويعلم الناس مع من حشر الله في الجوار، لأن للأسف
القوم لمدة 60 سنة وهم يكذبون على الناس، خاصة على الأشقاء في العالم العربي والعالم الإسلامي وفي إفريقيا، يكذبون عليهم ويخرجون إليهم بصورة شعب الله المختار والشعب الذي لا يقهر والشعب الوحيد الذي قام بالتوراة، الشعب الوحيد الذي قدم الشهداء، وكأن الباقون كانوا غائبين، وكأن باقي الدول لم تحارب ولم تجاهد ولم لم تقاوم المستعمر. هذه العنجهية، وكما سميته في لقائي مع الإخوان، هذا العجل، العجل الذي ضلوا عليه عاكفين منذ 60 عاما، آن الأوان أن نحرقه كما حرق موسى عليه السلام عجل بني إسرائيل. هؤلاء صنع لهم نظامهم لمدة 60 عاما عجلا من الأوهام والكذب والزور والتلفيق وتغيير التاريخ والنفخ في الذات والأنا المنتفخ، حتى ظن فعلا، وهذه ليس كلامي وحدي، كلام حتى بعض الجزائريين، حتى ظنوا أنهم أسياد العالم وأنهم خلقوا قبل آدم. جاء الوقت حتى نضعهم في حجمهم الطبيعي، فهم بشر مثل البشر وربما أقل من كثير من الدول. أنا دائما أسألهم، أنتم كجزائر ماذا قدمتم للبشرية؟ ماذا قدمتم للبشرية؟ سؤال، أنا لازلت أطرح هذا السؤال. حينما يزايد الجزائريون على أشقائنا في العالم العربي وتحديدا في دول المجلس التعاون الخليجي، أنا أسألهم، أنتم تقولوا أنكم أسياد وأنكم شواكر لأفريقيا، أنتم عندكم بترول وعندكم غاز، والإمارات عندها بترول وقطر عندها غاز، السعودية عندها، ولكن الكويت، البحرين، ولكن إذا دخلنا في مقارنة سنجد أن لا يخلو مكان في إفريقيا والعالم العربي لا تجد فيه بنيانا، مدرسة أو مستشفى أو مكتبة خليجية بناها الإماراتيون أو السعوديون أو القطريون أو البحرينيون. أنا أسألهم، أعطونا بئرا واحدة حفرتها في أي مكان في العالم، مسجد، صومعة، أي شيء، أنتم كدولة وكشعب، أعطوني جزائريا واحدا مثل الشيخ الدكتور رحمة الله عليه عبد الرحمن السميط الكويتي، أو أي اسم من أسماء الشخصيات في دول المجلس، سواء كدولة كأسرة حاكمة أو كدولة أو كأشخاص. هيئة الإنقاذ الإماراتية متواجدة في كل إفريقيا، عمليات طب العيون، عمليات القلب المفتوح، عمليات الأعصاب التي تجرى للفقراء في إفريقيا تقوم بها مؤسسة خيرية إماراتية. أنا أسألهم، هكذا تقاس الدول والشعوب والأمم؟ ماذا قدمتم للبشرية؟ أنا ذهبت لأكثر من دولة في إفريقيا، وجدت الهيئة الإنقاذ الإماراتية في أدغال إفريقيا تقوم بالعمليات للسكان في قرى من قرى منفية لا يعرف أحد، لا تعرف حتى أين توجد في الخريطة، ويأتي نحن ونحن ونحن. ماذا قدمتم؟ لا في العلم ولا في التكنولوجيا ولا في الأخلاق ولا في الإنسانية ولا لا شيء، صفر على الشمال، صفر على اليسار، لا شيء، ويأتيك وينفخ أوداجه ونحن، ماذا قدمتم؟ هذا هو السؤال. أنت لا تقيس نفسك بالإمارات ولو بعد 1,000,000 سنة، أنت لا تقيسك حتى بالبحرين رغم حجمها جغرافيتها الصغيرة فهي أكبر منك. حينما تحدثه هذه مجرد مقاطعة في الجزائر، الإمارات مجرد ولاية صغيرة، في الأمر لا يقاس بالحجم، الحمار الوحشي حجمه أكبر من الفهد، ولكن حينما يمسكه الفهد من رقبته ينزل الأرض ويفترسه. الناس تظن أنها بالحجم، نحن قارة ونحن جغرافيا ونحن قوة قاهرة. حتى الرئيس في خطابه يهدد، أين تهدد؟ بينك وبين الإمارات أكثر من 4,000 كيلومتر. كلام التربية، التربع على التهديد والعنجهية، أما في الواقع لا شيء. أقول لك في كل الدول العربية وفي إفريقيا ستجد طريق أو قنطرة أو مستشفى أو مدرسة أو مسجد خليجي، إما سعودي أو إماراتي أو قطري أو بحريني أو عماني. أنتم ببتروليكم وغازكم ماذا قدمتم للبشر؟ أنا أتحداكم أن تعطوني بئرا حفرتوها في أي مكان في الكرة الأرضية. السلام عليكم.
والله يا أخي دكتور عبد الكريم كلامك دقيق، لكن للأسف الأخوة الجزائريين والشعارات التبونية، الشعارات التبونية المستمرة هي من دمرت الجزائر بشكل كامل. عليكم السلام أخي. مساء الخير على الجميع وعشر مباركات، ونسأل الله سبحانه وتعالى تقبل. أول شيء جماعة الخير خلوني أسلم على أحمد. أحمد سلام عليكم. يا هلا بأخوي جاسم. يا مشتاق لك صوتك، صوتك يا أخي عطني طاقة. الحين بروح أتمرن ترى، دامك طلعت قست والله أني بروح أتمرن. بروح أتمرن الحين أسوي رياضة. لا 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 ما عليك ما عليك أخوي جاسم. بارك طيب صحة وسلامة. الله يراك جماعة الخير الموجودين، سووا متابعة للحساب، والكل يتابع بعض اللي طلع حد في القست منو ما كان، إخوانا الجزائريين المغاربة العراقي التونسي المصري، سووا متابعة لبعض أو ادعموهم بشيء عشان ما ينزل البث. تمام زين، سووا متابعة لبعض، وحسابي هذا جاسم علي اللي فوق سووا له متابعة ودعموه بعلامة التيك توك أو شيء اللي ما نزل البث أو حقق الهدف أو شيء للبث أو مشاركة، على الأقل سوي شيء عوض ما تجلس تحت وتطالع. شكرا، فضلا وليس أمرا طبعا صح. تمام، وتكبيسات ومشاركة البث بعدين يزعل الروبوت ويدخل يمين يسار في الجميع. تفضل تفضل. طال عمرك اقول طال عمرك. احنا طبعا احنا في دول الخليج، مجلس التعاون الخليجي احنا. لحظه خليني ارد على واحد جزائري. لحظه الحبيب، في واحد جزائري كتب لي احنا ندعم الصهاينه. الحبيب فاقد الشيء لا يعطيه، انت يا دوب تدعم نفسك، انت مدعوم من 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 من, من ورا ومن قدام، وفكريا وفي حسابك البنكي وفي كل شيء مدعوم، فمو محتاج انك اساسا. تمام، شكرا على دعمك. تفضل اخوي حمد، اسمح لي على المقاطعه. هو شوف يا اخوان، احنا يعني احنا يعني نتمنى ان اخواننا الاخرين من الدول العربيه والاسلاميه يعلموا شيء مهم جدا، انه احنا في مجلس التعاون، دول مجلس التعاون الخليجي نعتبر دوله واحده، يعني متالفين متصافين مع غيرنا، مع من يتضامن معنا من الدول الشقيقه سياسيا واقتصاديا وغير ذلك. في بعض الدول العربية نسأل الله لهم الهداية ينوئون الخليج حسدا، إما حسدا أو منا أو بالتبعية، مثلا بالتبعية عن أنظمة معينة ينوئون الخليج. الخليج عشان تعرفون، الخليج كان الخليج في بداية الأمر كانت دول بداية، لما أنعم الله على الخليج العربي كله، دول مجلس التعاون الخليجي، بالخير والبترول والغاز والخيرات والمعادن وما إلى ذلك، لما تطور الخليج لم يبخل على الدول العربية الأخرى، ولم يقدم نفسه كمنان على الدول العربية، بالعكس قدم نفسه كأخ لإخوانه الدول العربية والإسلامية في كل مكان، فكانت المساعدات والمعاونات. وهناك أمر آخر إخوان مهم جدا جدا لا نجد له وجود صراحة عند إخواننا في الجزائر، ما هو فتح فرص العمل في الدول الخليجية. الآن كم من الجنسيات الآن، وملايين البشر الذين يعملون في الدول الخليج، دول من ستة الخليجي، كم يعني ملايين إخوان، عشرات الملايين. يعني الخليج الآن فتح بيوت ربما يعني وين أكثر من يعني عشرات الملايين من المنازل في دول العالم تقتات من العمل، هم كد يديهم لأنهم عليهم طبعا يعملون بكد بذراعهم في الخليج. طيب هالصورة هذه هل هي موجودة مثلا عند أخواننا في الجزائر؟ احنا طبعا نتكلم يا أخوان عن في الجزائر، نتكلم عن الفئتين فقط، اللي فئة اللي هو النظام الجزائري ومن يؤيد النظام الجزائري فقط، أما بقية أخواننا من الشعب الكريم الجزائري فلا ندخله في هذه المعمعة أبدا، فهم على رؤوسنا أخواننا وأحبابنا وأصحابنا. لكن هذه الفئة اللي احنا في الخليج مثلا تأذينا منها، واللي مثلا جيران الجزائر ضمن اخواننا في المغارب وغيرهم تأذوا منها، هل يحق لنا الان ان ننتقد هذا الحال؟ هل يحق لنا الان؟ احنا نتكلم من باب ردة الفعل وليس الهجوم المبادئ. احنا اصابنا شيء من الاذى، مثلا لما ياتي احد يتكلم عن دولة الامارات الشقيقة مثلا، هذا هو اصاب كل بيت خليجي كذا، أصاب كل بيت خليجي بالضرر، لأن إحنا لا يمكن نترك إخواننا في الإمارات أن يأتي أحد مثلا يشوه سمعتهم ويعتدي عليهم، إخواننا دولة. كذلك لما الدول الملكية الأخرى مثلا في المغرب كذلك تأذوا من إخواننا في الجزائر. الحاصل قول إخوان أن الوضع في الجزائر، الوضع الاقتصادي والسياسي يسير في حالة مشوهة. أنا أستبعد أنها تستمر هذه الحالة أكثر مدة أكثر، لأنه هناك عوجاج في المسألة، في المسار الاقتصادي والمسار السياسي. كونك تغلق على شعب كامل وتجعله تؤطر في إطار معين وتغذي مسألة عداوة الجيران
عداوة الجيران تغذية، هذا خطأ، خطأ كبير فعلته الجزائر، وستذوق يعني ردة فعل من هذا الأمر، لأنه لا يمكن يعني الله سبحانه وتعالى خلق الناس متعايشين، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، جعل الله سبحانه وتعالى الناس يتعايشون فيما بينهم، فما يمكن تأتي البلد كبير مثل الجزائر وتغلقه على الآخرين وتصب عليه تسمم أفكاره الليل والنهار الليل والنهار، المروك المروك المروك، وتأتي في بعض اللايفات مع الأسف الشديد البثوث وتضيف إذا هل السوء مساءة، وهي تقول تنعت الخليج أو قادة دول الخليج مجلس التعاون الخليجي بشيء من السوء، هذا خطأ كبير. الخليج لما فتح الله عليه من الخيرات والمال كم ساند من دولة، كم ساند من نظام عربي كاد أن يسقط، وتعلمون إذا سقطت الدولة العربية ما الذي يحصل فيها؟ احنا لا نريد ان نتكلم عن بالارقام، ولكن هذه منصات الاعانات الخليجيه موجوده، وهذه على سبيل المثال افريقيا مثلا، لما تزور افريقيا مثلا لا يمكن تزور شبه انك لا تزور بلد افريقي الا وتجد اثر بفضل الله سبحانه وتعالى خليجي، اثر ايجابي من مساجد من طرق من مستشفيات من خدمات، هذه السعوديه من هنا، الامارات من هنا، الكويت من هنا، قطر من هنا، البحرين من هنا، وعمان من هنا، اذا ايادي بيضاء موجوده. اذا خاصه هذه البلدان، هذه البلدان الخليجية يجب أن ننزلها منزلتها وأن نحترمها، دول ملكية. ما هي الدول الملكية؟ الدول الملكية التي توارثت الحكم فضلا من الله سبحانه وتعالى، أنعم الله عليهم بقادة، لو شاء هؤلاء القادة لظلموا شعوبهم ولا أحد يقول لهم حاجة، لكنهم ناس عقلاء، لما من الله على تلك البلدان دخلنا في عالم التطور وعالم الرقمنة وعالم من الرقمنة وعالم من التطور، صار ينظر لنا الآن الدول الأخرى تنظر إلى الخليج نظرة يستفيدون مني يا أخوان، بلادي بأني خلقت على هذه الأرض الطاهرة اللي مشاو عليها دماء ضحاو عليها أرواح، يكفي أني جزائرية، يكفي أن بلادي ما راهيش منبطحة، يكفي أن بلادي ما راهيش مطبعة، يكفي أن بلادي مواقفها دائما مشرفة، يكفي بلادي أنها راسنا ديما مرفوع، كي نروحوا بلاد راسنا مرفوع، يكفي بلادي انها عاشت الحروب ورانا نكفي ونكمل. اخت بنت العز، بنت العز، بنت العز، لحظه الاسلوب هذا ما يمشي، انت قاعد تقولين عايشين يكفي، خلينا على 3 يكفيات او 4 يكفيات علشان نكمل اليكفيات الباقيه، اوكي؟ يعني حتى الشامبو اخترعوا له 2-in-1، لسه ما اخترعوا 3-in-1 و4-in-1، يعني شوي شوي حبه حبه يا علام على هونك. انا ما انكر احترامك لدولتك، واي انسان ينتمي لبلده مهما كانت زي الابن لما يتباهى بابيه، وكل فتاه بابيها معجبه حتى لو كان سكرجي او خمرجي، هذا امر مفروغ منه. عاطفتك هذه انا مقدرتها كمراه احب بلدي واعتز فيها، ولكن عندما تطلعين يا عزيزتي وعندك شخص يعني يخليك تحشم على روحك انك تقول ويكفي والدماء الطاهره والارض الطاهره، اي ارض طاهره؟ يعادي اخوانه العرب؟ ما يحسب حساب للجيره؟ الجزائر لم تعاد لا لا, لا 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 تعادي عزيزتي، لا تعادي، لا شوفي انا بني طالعه اتخانق معك، لا خلي اسلوب الحوار بيني وبينك يرتقي، يعني بحكم ان احنا عربيات او انت من قبائل الامازيغ. اخت الجليله، اخت الجليله دقيقه بالله، انا شاربيه، لحظه ما اكملت، لحظه لو سمحت، انا معروف عني ما احب احد يقاطعني، استني استاذ النقاش والحوار ما ابغى عربيه، في ناس، لحظه لو سمحتي في ناس قاعد تسمع، ما احترميهم عشان وجهة النظر. اخت الجليلة شوي، شوفي يا بنت العز، طول ما انت تقاطعين ترى بعطيك ميوت، خليها تكمل فكرتها وردي عليها، ممكن بنت العز؟ نعم. ايوه خليها تكمل فكرتها وردي عليها، خلاص حطي ميوت وخليها تكمل فكرتها وردي عليها، بعطيك حق الرد كامل، تفضل اخت الجليلة. شكرا، اشكرك. شوفي عزيزتي، انا لا انا ولا انت طالعين، احنا في وجهات نظر مختلفه، احنا مش اعداء، لا انت بنت الكيان ولا انا بنت الكيان، اوكي؟ احنا في وجهه نظر كشعوب مختلفين عليها، فاهمه؟ فلازم انت تفهمي ايش وجهه نظر هذه الشعوب المتكاتفه بوجهه النظر
ها وإيش الأسباب اللي أدت إنه الجزائر كشعب، إحنا ما نتكلم على الحكومات، الحكومات لها تصرفها ولها توجهاتها ولها سياساتها الخاصة فيها، إحنا طالعين نتفلسف. شايفة؟ شوفي عزيزتي، أولا الأخطاء اللي بدرت من الجزائر، دولة تبغى تستثمر تعتبروها جاية تستعمر، صار عندكم عقدة الاستعمار أوكي. يعني إحنا عندنا في المملكة الأمير نفسه ولي عهدنا أعطى أمر لجميع الشركات، قال اللي ما يكون لها مقر في المملكة العربية السعودية لا أشوف وجهها عندي في المملكة. شايفة؟ يعني معناها هذول الشركات العظمى اللي داخلة على المملكة ومقرها الرياض هي داخلة تستعمرنا؟ مي داخلة تستعمرنا، ناس جاية تجيب فلوس وتبغى تشتغل. شايفة؟ انتوا انهبلتوا مسكتوا الإمارات جايين ياخذوا الموين ديالنا وجايين ياخذوا مش عارفة شنو. لا هذه مي فرنسا جاية تاخذ، ما تبغاكم، بينكم بينهم ألف الهكتارات والأمتار وبينكم قارات. شايفة؟ في استثمار متبادل، بس انتوا منطق الاستثمار عندكم تستعملونه كمنطق استعمار، لأنه عقدة النقص هذه متواجدة فيكم متوارثة أبا عن جد، هذه نقطة معروفة لدى كل المجتمعات العربية عارفينها عن الشعب الجزائري. لما تقولي احنا ما نكره، لا تكرهون حبيبتي، احنا نعطيكي أمثلة فردية وأمثلة جماعية. يعني الأخ فهد كان في لندن قام تولج واحد جزائري بالسب وقلة الأدب. أنا في سويسرا كذا مرة يتهجمون علي سائقين جزائريين وأنا مستأجرة. لو سمحتي عزيزتي لو سمحتي، إذا كان ممكن أنا أصيف شرم الشيخ رجل حاط أكسجين ويعاني من أيامه الأخيرة بمرض السرطان، كان ضابط في الجيش الجزائري، سمعني أتكلم مع الصيدلي قال لي أنت سعودية؟ قلت له إيه نعم أنا سعودية مرحبا. قم قال لي أنا جزائري، قلت له مرحبا فيك، أنا والله ما جيت الجزائر لكن جيت تونس، وأنا أعتبر تونس والمغرب هي كيف الجزائر. قال لي لا يعني ما حذرتي. قلت له كيف ما يعني مش القصة، أنتم صهاينة ومطبعين وأنتم بالصيدلية ورجل مريض سرطان جايبته بنته يعمل فترة نقاها قبل ما ينقبر، شوف الحقد الفين، بالإضافة إلى السواويق اللي في باريس وفي لندن شتيمة وسرقات وقلة أدب. هذه أمور أنا ما أحب أذكرها ولا أحب أضخم الأمور ولا أحب يعني أكبر قلوب الشعوب بين بعضها. أنا طالعة النقطة ألتقي فيها أنا وإنتي، إنتي تتباهي في هذه البلد، جميل، إحنا كعرب نتباهى فيها كذلك كأكبر رقعة على مستوى الوطن العربي والإسلامي، جميل نتباهى، ليش ما نتباهى؟ ثروات متعددة نتباهى، ليه ما نتباهى؟ شايفة؟ فيها تضاريس متنوعة نتباهى، فيها ثروات في باطن الأرض متنوعة نتباهى، ولكن كل هذا اللي أنا عديته هل أنتم استفدتوا منه كشعب؟ أنتم من أنتم ملتهيين؟ أنتم من أنتم ملتهيين؟ استفدتم؟ لا عزيزتي ما استفدتوا، لا استفادة ما في استفادة. أنتم أختي جليلة اسمعيني الحين، أنت عطتيها فكرة، انت انا نجاوبك راكي طرحتي لحظه حطي ميوت لحظه. اختي جليله انت اعطيتيها فكره، واضح انك انت انسانه عندك الحوار وعندك النقاش وعندك الاستيعاب للنقاش، خلينا نعطيها دقيقتين تطرح فكرتها وبعطيها ميوت وارجعي ردي عليها. تسمحي لي اختي جليله؟ لأن أنت قدرك عالي عندي هنا موجودة في اللايف، ردي علي إذا تسمحي لي. أعطيتها أنا على السؤال الأخير. أختي يعني أختي بنت العز اسمحيني خذي شو، لا تخليني أعطيك كل شوية ميوت لو سمحتي اسمحي لي أختي جليلة، أنت قدرك موجود عندنا اليوم عزيز وغالي، أعطيني بس أعطيها دقيقتين بدون مقاطعة تعطي فكرتها، وانت على انا 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 متاكد انك على القدر من الرد والحجج انك تردين عليها وتسكتينها. تسمحي لي اعطيها دقيقتين؟ ها اختي جليل تسمحي لي اعطيها دقيقتين؟ لا تاخذ وقتها ما في مشكله، بالعكس توصل وجهه نظرها، يعني ما احنا قاعدين نقمعها احنا. تفضل الله يرضى عليك، خليها تعطي فكرتها كامله بدون مقاطعه وبعدين ردي عليها. تفضل يا اختي بنت العز. نجاوب، قالت لك المواطن الجزائري هل استفاد من الغاز نتاعو والبترول اللي في الارض نتاعو؟ الجزائر رغم ان عاشت الحروب وعاشت العشرية السوداء، الاحصائيات النقد الدولي كلها مؤشرات لا بأس بها، سواء في التنمية البشرية
سواء في الـ في الـ في الأمن الغذائي، ولله الحمد المواطن الجزائري يقتني السكن بالمجان، هذه أول حاجة. ثاني حاجة البطال يعني قاعد وهو عنده راتب شهري، نعالج بالمجان، ندرس بالمجان، وخلي المنح الأخرى نتاع المطلقات والأرامل و و و خلي المنح الدراسية، ولله الحمد مع أن عشنا الحروب راهي عندنا استقلالية تقريبا 20 سنة، يعني احسبوا لينا من 2020 من 2000 عفوا من 2000 استقلنا ولله الحمد، ورانا أحسن دولة في شمال إفريقيا في التنمية البشرية وفي الأمن الغذائي ولله الحمد. ثاني حاجة، احنا ما قلناش للمستثمرين الإماراتيين انهم رايحين يتآمروا علينا ولا رايحين يحتلونا ولا رايحين، احنا الحدود الإمارات اللي راح تنبش فينا في مالي وفي ليبيا وفي المروك، يعني حابين على واش راكم تحوصوا. احنا بلادنا رايحين نوقفوا معها شعب وحكومة مع نظامنا ظالم ولا مظلوم، وراني بنت الصحراء، بنت الصحراء، بنت أضرار، ولي كل العز وكل الافتخار، ولست عربية، أنا أمازيغية تيرقية. خلاص خلصت مداخلتك بنت العز، خلصت مداخلتك، خلاص حطي ميوت ولا تقطعين، خلي جليلة ترد عليك، لأن عندنا دكاترة أفاضل يبون يتكلمون لهم الحق في المساحة انهم يتكلمون ويعطون رأيهم. فلو سمحتي اعطي ميوت ولا تقاطعين، خلي جليلة تخلص مداخلتها، ثم نتجه للدكتور جبارة، وبعدين سامان الدكتور العراقي، بعدين الدكتور عمر. يلا تفضلي اختي جليلة. والله شوفي يا أختي بنت العز، أولا أنا ما أهضم حقك في عملية انتمائك لوطنك سواء غالب ولا مغلوب، هذه أمر أنا أحترمه شايفة لعدة اعتبارات إنسانية. ثاني نقطة، أنا النقاش عقيم معك من يوم قلت الاستقلالية من سنة 2000، أنا ما فهمت، يعني الإخوان اللي في التكست يفهموني واللي في القسط يفهموني، يعني أنا هنا الحوار الحروب استقلينا 1962. أختي أختي بنت العز 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 ما حد قاطعك، ما حد قاطعك، لا تقاطعي، كملي أختي الجليلة. وضحت لها يا بنت العز بنت العز، توضحين وتوضحين للناس اللي في التحت. والله والله يا بنت العز ما احب اعطيك ميوت، خلاص خلي البنت الجليله تكمل مداخلتها، الله يرضى عليك، تفضلي اختي الجليله. شوفي يا استاذتي الفاضله، بشوف يا سيده الفاضله، انا بقول لك على حاجه، احنا ما احنا اعدائك، هذه لا احنا ولا الامارات ولا المغرب ولا تونس ولا اي دوله، شايفه كونك تقولين انه الاخوان الاماراتيه راحوا ينبشوا عليك من ناحيه مالي ومدري من ناحيه تشاد والله ما ادري وش، والله الامارات فاضيه فاضيه، ما لها شغلانه غير انتو، شايفه ما لها شغله. ترى على فكره ناطحات السحاب اللي عندهم مش ناطحات سحاب بالاسم، ناطحات سحاب تحدد السحاب فعلا، هذا منطق، وتتمايل مع الرياح الى تهز الى اليمين والى اليسار لما تصير في رياح عاليه، فهي ميمين منتظره تدخل عليكم ولا تخربش عليكم وتهيض الفتنه عليكم من ناحيه الحدود الجزائريه من ناحيه الميمنه ولا الميسره، هذه نقطه شايفة، لأنه الإنسان لما يكون غني فهو غني بالله سبحانه وتعالى، هذه نقطة لازم تفهمينها. والإمارات لو بغت شايفة الأولى المغرب، والله يا حبيبتي الأولى المغرب، ولا أقول لك شيء بلاش المغرب، الأولى تونس دولة متكتكة ومأنتكة وجماعة يحبون التطور ويحبون التقدم، شايفة وشعب مثقف، يعني الأولى تونس، وبيساعدون الإمارات بسرعة وعندهم استثمارات كثيرة، شايفه خلينا نقول انه والله مره طمعانين فيكم. شوفي عزيزتي، شوفي لا اقول لك على حاجه، نقاشك عقيم شايفه، والحوار معك اعقم، لذلك انا اتمنى منك كسيده فاضله، وانا اعز في كثير من السيدات الجزائريات انا احترمه على قدر من الاحترام عندنا حتى في الدول اللي انت قاعده تتكلمين عليها، احنا ما نعمم، احنا في حاله حوار في بث 5 ملي في 5 ملي او 5 سم في 5 سم، فلا يعني حنعمم على كل نساء الجزائر، لكن عزيزتي راجعي الليست عندك اوكي، وشوفي تبون ايش قاعد يقول شنقريحة، وانتقدي سياسة بلدك، ترى حلو الواحد ينتقد، أنا واحدة من الناس على فكرة لما أنا يعني أشوف شيء مو كويس في بلدي ترى أنتقد من داخل بلدي،
ما يعني للحاكم، ولكن أنتقد أقول الصح، أقول الحقيقة، شايفة؟ أما أنك تجين حضرة جنابك ها تقعدين تكذبين علينا في القسط كأننا عيال صغار في الروضة، ها كأننا ما احنا فاهمين ولا حاجة. عجزتي، أنا عشت 7 سنوات في تونس وكنت أشوفكم، ولما تجون توريست أشوف وضعكم، شايفة؟ حتى التوانسة يكفروا فيكم، حتى التوانسة يكفروا فيكم ما يبوكم، شايف؟ عشت في المغرب 4 سنوات ما شفت واحد جزائري، كأنها دولة كيان جنبكم، ما هي دولة جارة لكم ولكم ارتباط في ناحية الأمازيغ. لما تقولين أنا أمازيغية، موجودة لا يتجزأ من المغرب أمازيغي، وين ولودة يعني بني العمومة بينك وبينهم، يعني ربطة الدم، شايفة؟ وربطة مشكلة. أختي الجليلة تسمحي لي، بس عندنا دكتور فاضل داخل، بعلس دكتور جبارة، أنا كنت بعطيك المايك، بس عندنا دكتور فاضل موجود. اسمعني، عندنا دكتور، لحظة أخوي جبارة، دكتور جبارة، عندنا دكتور فاضل توا داخل، له احترامه وله تقديره، خلى بس يدخل مداخلته، وبعدين تفضل أنت، وبعدين دكتور العراقي، وبعدين الدكتور عمر، وبعدين نشوف أخونا المغربي اللي تحت عشان نرتب القسط. أوكي، تسمح لي أخوي جبارة؟ تحياتي اخويا، تحياتي. اوكي اوكي، تفضل اخوي الدكتور عبد الكريم، تفضل. السلام عليكم، كيف حالكم؟ يلا ان شاء الله مجتمعين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع ربع على بالكيماوي. ايوه، فالمخ انغسل بالكيماوي. لا لحظه اخوي، عندهم انجاز، انجازهم الوحيد لما تقول له وش انجازك يقول لك مساحه، ويقول لك عندي شهداء، ويقول لك أطول العمر شهدائي في متحف فرنسا اللي هم يركبون البحر ويروحون لفرنسا ويأخذون الجزيئات. اللي عندهم انجاز اللي هم يطول العمر السلامة، أغلب الحكومة عندهم مالكين الجواز الفرنسي تحت السيطرة الفرنسية، هذا انجازهم فعلا. اصبر دقيقة، والآن يدعون انهم مع قضية فلسطينية وانه نحن القضية الفلسطينية، بينما متحاربين وحاقدين على جارهم المسلم اللي هو المملكة المغربية، حاقدين عليهم بقوة ويفتحون فيهم بثوث. طيب انت الآن نقزت لي على فلسطين وتركت جارك، يعني هذا اين يكون؟ وش يعني؟ اعطيني ايوه، اين يكون؟ وينك من الاسلام؟ وينك من العروبه؟ وينك من طيب تارك جارك الان؟ الشيء الثاني، يجيك ويقول لك مطبع. طيب انت مطبع مع فرنسا اللي كانت محتلتك، يعني فرنسا اللي كانت محتلتك انت الان مطبع معها، يعني تناقضات، يعني تحس ان مخ حليب، مخ راس حليب. مربع، راس مربع يا ابو علي، مخ جزمه وانا اخوك هذا. شوف يا اخي العقليه الجزائريه، يعني شوف يعني شوف الان شوف. الان ينتقدون دول الخليج والامارات العظمى بانها مطبع. طيب الامارات مع بين تعامل وبين اسرائيل تعامل تجاري، افادت الاخوه الفلسطينيين هناك بالمستشفيات بالاكل. الامارات في مستشفى في العريش كبير، فيه عمليات، فيه مرضى من اخواننا الفلسطينيين تنقلهم الى الامارات وتسوي لهم عمليات كبيره. انت ايش سويت غير انك تحارب بلاد المغرب، مملكة المغرب الحرة؟ ايش عندك انت الان انك تتحدث عن ايش عندك؟ نصك الان نص، في واحد جانا جزائري يقول انه مع الحوحو في اليمن، انه يحارب من دول الخليج مع الحوحو. يعني حتى انت في دولتك طالعين مع الاحزاب الارهابية. ما انا ابغى افهم، انت والله لو اني جزائري ورب الكعبة اني اخجل اطلع اتكلم عن بلدي، اخجل لان بلدكم. اسمعوني اخوان السعوديين، انت سهاج وابو زيد ونعم فيكم، انتم اخواني سعوديين، انا منتبه للعالم هذه من 2017 وانا دريت عداهم لنا من يوم رفعوا الاعلام في الملعب صورة الملك سلمان وترامب وقالوا صفقة القرن، وأنا داري إن هذول يوجهون لنا العداء. شفتهم في الهارد بارك في لندن وهم قاعدين يسبون فينا سب مو طبيعي، حتى في مجال الرياضي
لما تلعب المجال السياسي الجزائر لما تلعب مع أي دولة في المجال الرياضي لازم إنهم يسوون شو شرف في الملعب. وأنا منتبه لهم من 2017 والله من 2017 وأنا منتبه لهم. فهد عطني فرصة حتى يوم كانوا يتبارون مع فريق في مصر سووا مشكلة وتخريب في مصر. في كل مكان تلقى الجزائر أي تخريب تلقى فيه الجزائر فيه. طيب هذه هل تخريبكم إنجاز؟ هل هذا الشخص يطلع لك الجلسة دقيقة من فضلك لا عندي كلمة بس عندي كلمة بقول بالله عليك ما تهضموا القوم حقهم. هناك إنجاز أنكرتموه يا إخوة، هناك إنجاز بأن 70% من السرقات التي تقع في السوبر ماركت في الإمارات يقوم بها جزائريين. هناك فيديو لجزائري خرج يبكي ويتبرأ من أبناء بلده لأن 70% من السرقات في الإمارات يعني أصحابها جزائريون. أما الأخ الذي تكلم عن لحم الحمير فوالله لو يريد نعم أخي ولد العاصمة من معروفين أنهم حرامية شفارة أوروبا من هم؟ إيه شفناهم بالصوت والصورة يقومون بالغزوات أخوي العزيز. هما معروفين أنهم شفارة أوروبا الجزائريين. تدري أنهم يفتخرون بهذا حتى في منازلهم لأن القوم لا يعملون. هم بماذا هم مثل الحوتيين؟ تدري هذا الحوتي الذي ظهر في صورة شعره هكذا منكوش وجالس في 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 مغارة وشكله هكذا يثير الشفقة؟ هكذا الجزائري. الجزائري لا يعمل. لا خلوني أقول لكم معلومة. أقول لكم معلومة سيد. أنا أريد أن أريك شيئا من الجزائر حتى ترون من هم. شيء بالوثيقة كذلك. انظر أخي العزيز، ممكن جاسم تكبر لي الصورة من فضلك؟ جاسم ممكن تكبر لي الصورة حتى يروا الجميع. ما هذه قناة الشروق وهي قناة تابعة للنظام الجزائري، وهذا الرابط الشروق. ماذا تقول؟ اقرأ معي. أزيد من 80% من الجزائريين يصلون لغير قبلة. شكرا. يصلون لإسبانيا. طيب خليني انا بقول لكم معلومة. انتوا تعرفون الاخ اللي اسمه شمسي الجزائري المدافع؟ تعرفون اكيد شمسي. شمسي هذا انا والله اللي والله هايبر ماركت من الهايبر ماركت الكبار في الامارات وفي دبي دار إحصائيات القابل لـ 70% من الناس اللي سرقوا الشهر اللي فات جزائريين. أخوي أبو زيد شمسي أنا والله إني أحفظ ذمة للجزائريين عشان شمسي، فهمت؟ ولكن والله ثم والله إني أنا أمتلك عليهم من الكلام اللي أسمعه منهم واللي سمعتها في الهارد بارك، وأقسم بالله العلي العظيم إني أحافظ ذمة لشمسي عشان هذول الناس، ولا هم والله ما يسوان جسمه ورب الكعبة. ممتاز. شوف في له فيديو مشهور في التيك توك يتكلم عن شعب الجزائر، هو جزائري طبعا، هو من أهل السنة ومعروف رجل مدافع. أنا أرجو بس من الجميع اللي موجودين يروحون يبحثون عنه، اسمه شمسي، وشوفوا إيش قال عن الجزائر، عن شعب الجزائر. هو جزائري، فإحنا نتكلم عن واقع يعني، هذا ابن البلد. عموما انا سعدت فيكم اخوي جاسم، وان شاء الله يكون لقاء ثاني. انا والله عندي شغله كذا مضطر انزل، وسعدت فيكم طبعا اخوي ابو علي الساهج هو اللي شير لي، وانا اتشرف فيكم. استودعكم الله. انا الشرف والله انك حضرت. الشرف اللي تعرفني عليك ابو زيد والله، والحفيظ وحياك الله اخوي ابو زايد. الله يحفظك. تحياتي لكم جميعا في امان الله. كومنت والقست. انا بتكلم عن شمسي اللي طرحه ابو زيد. شمسي أبو زايد والنعم فيه، وطرح موضوع شمسي رجل جزائري كان صوفي واهتدى لطريق الحق وأصبح سلفي، والرجل عارف قدر المملكة العربية السعودية وعارف قدر الخليج، وعارف أنها قاعدة تواجه مشروع صفوي في المنطقة.
والرجل هذا كان يتكلم ويقعد في المنصات ويتكلم، وواجه كثير من المعارضين السعوديين وتكلم معهم وتواجه معهم وفي مناظرات معهم. الرجل هذا والله إننا نحفظ له ذمه عشان الجزائريين. الجزائريين اللي يطلعون للتبونيين، أنا أتكلم عن التبونيين، أنا بحكم أني أروح وجه المغرب كثرة وأكون في منطقة تازة اللي هي قريبة من وجدة على الجزائر، فأحتك معهم كثير، فأنا أعرف العينات هذه كيف عقليتها. ولكن أقسم بالله العلي العظيم إن في عقل، إن الرجال فيهم، فيهم رجال، وما أقول لك لا، خلنا نتكلم بالحق شوي، فيهم رجال ولكن عددهم قليل، الأكثر منهم تبونيين ماشيين ورا النظام، ضايعين، متصورين نفسهم من القوة الأقليمية وأنهم هم اللي تابعين العالم وأنهم عايشين في تحت المؤامرة ومواصبين للعداء للمغرب. المغرب الدولة اللي دفعت ثمن كبير، دفعت ثمن للوقوف معهم في استقلالهم، ومع ذلك جحدوها وتصوبوا العداء لها وصاروا يتكلمون ويتدخلون في موضوع ويتخلوا في أعراضهم. لا احترموا رمضان، لا احترموا الشهور الكريمة، لا احترموا العشرة، لا احترموا الجيرة، لا احترموا الدم. ولكن نقول إن ما يظل فيهم، يظل فيهم رجال زي اللي طلع لنا يا جاسم كان تذكر اللي هو زين والدين اللي طلع لنا قبل فترة في اللايف عندنا أنا وانت، والرجاجين هذول كانوا يتكلمون بمنطق وبعقل وطلعوا لنا ناس موجودين فيهم ناس، ولكن الأغلبية منهم تبونيين ضايعين يحسبون نفسهم أنهم هم اللي بيحررون الدنيا وأنهم عليهم مؤامرات وأنهم هم ضايعين. لازم يلتفتون للحقيقة، احنا هنا نتكلم، انتم التفتتم ودخلتم في امور الشؤون العربية ودخلتم في شؤون الخليج، تحملوا الكلام، لان شعوب الخليج الان والجيل الجديد في الخليج مو بالجيل. بنرد عليكم واحد واحد وبنعلمكم وبنعطي لكم حقائق تحترمون. لا لا تسمح لي بمداخلة بسيطة، طبعا حضرتك ذكرت نقطة انه تعرفهم من 2019، لكن انا اعرفهم من 2017 دكتور، انا مختلط معهم من 2010 على الفيسبوك طبعا. والمعروف إن اذا نقيم الشعوب، شوف اذا هذا التقييم متواضع من عندي اخوي، بأضيف لك فكره يا اخوي الدكتور معليش اسمح لي، انا رحت للهارد بارك وقعدت وشفت موضوع، شفت جزائريين يسبون وتلفظ عليه جزائري، انا تلفظ عليه جزائري وقلت له كذا بنيشان على كلام المغاربه، قلت له شوف اخوي احنا هنا لا في دولتك ولا في دولتي، ابعد عني وابعد عنك، لكن سبحان الله تعرض لي وقام يتلفظ بألفاظ. هذول الناس مغيبين فعلا، مغيبين، الاعلام عندهم مغيبهم. فهد تسمع، دام ما حد منهم استطاع انه يجيب على الموضوع المزارع، في ويانا حد تحت في القست هو أظني له علم من العلوم، هو من ضيف بطالب، من ضيف أسعد اللي هو كادر، هذا شوي عنده شوي علوم يعني. طلع خلنا نتكلم معه، بس خلنا وصل فكرة للدكتور بس فهد، أنا رشح الدكتور سامان يناقش ولد العاصمة بالدلائل، ولد العاصمة. إيه أوكي أوكي أوكي، أنا بس بوصل فكرة للدكتور. فهد أنا أعرفك إنه لو هو إنسان مستفز بالكلام، هو إنسان مو مستفز. إيه. لا لا لا، انا شوف انا بعطي ميوت، شوف اسمعني، انا بوصل الفكره للدكتور وبوصل بحط ميوت وخلي الدكتور ولد العاصمه يتناقشون معه، ما عندك مشكله. طيب بس خلني اوصل الفكره يا اخوي جاسم، واستاذ منكم جميعا لان عندي شويه شغل، جاني شغل. الله معك اخوي جاسم، جواك الله ووفقنا الله واياكم على صد هؤلاء الحاقدين الناكرين للجميع، وفقنا الله واياكم اجمعين. انا الحين قدام السوق ابغى انزل للمول مقاضي، الدكتور زايد صح؟
لا تمام صاير. انا بتكلم مع الدكتور، بس عطني بس دقيقه واحده يا جاسم اتكلم مع الدكتور سامر العراقي اخوي سامر الدكتور. فانا قلت لك انا عرفت الفكر هذا من 2017 وكنت اواجهه واتكلم معه في حساباتي بشكل بسيط، انت فهمت؟ ولكن تعرفت على اخوي جاسم الله يذكره بالخير، اخوي جاسم صراحه والنعم فيه فتح لي مجال اني اتكلم واطلع في التيك توك واتكلم. ولكن انا عارف الناس هذه ايش عقليتها وايش تفكيرها، وعارف العداء اللي هم فيه للدول العربيه. تفضل اخوي الدكتور. احسنت، انا ذكرت لك نقطه اذا انت حضرتك. سمحوا لي استاذن، انا بغيت نقول لكم مع السلامه وسانزل. استاذن مع السلامة، ولكن غادي نبقى نسمع لكم، غنزل ونخلي ربما المكان ديالي لشي حد. حياة الله أخوتنا الوصال. لكن إذا تسألني أو الأخوة الموجودين في الجيست أو التحت، مثلا كلنا عاشرنا الشعوب بأكملها إذا كانت عربية أو إسلامية. إذا تسألني مثلا على سبيل المثال عن الشعب الإماراتي، أقول لك شعب هادئ مثقف. تسألني على الأخوة المغربيين، نفس الرأي. تسألني عن الأخوة في المملكة العربية السعودية، أقول لك شعب مؤدب إلى أبعد الحدود. لكن عندما تسألني عن الأخوة الجزائريين، للأسف يعني ما كنت أتمنى يكون هذا رأيي ولا رأي الأغلبية، أقول لك هذا شعب همجي يتهجم، يعني ما عنده استعطاف، ما عنده عدالة، ما عنده توعية، مغيب مهمش بحكم أنه عانوا من حكم الحديد والنار، الحكم العسكرتارية احنا نسميه في العراق، اللي حكمت الجزائر بالحديد والنار، حكم الجنرالات العسكرية. هذه نتاجاتها يعني تؤثر سلبيا. لكن أنا همي وكبدي على الأجيال القادمة في الجزائر. دكتور بضيف نقطة، معليش، انت رغم انك انت عراقي صح؟ احنا نعم. صار بيننا، بينك وبين بالعراق صار بيننا امور، ولكن نظل اخوة. ومع ذلك اقسم بالله فعلا كلامك انت فعلا في الصميم، ظل بيننا صار بيننا خلاف في فترة، ولكن نظل اخوان، وبعد انتهت الفترة هذه وظلينا اخوان، والحمد لله الى الان حكومتنا وحكومتكم تسعى انها تطور العلاقات، والحمد لله لأننا نظل اخوان، نظل احنا مسلمين ونظل اخوة وتجمعنا عشائر عربية. هذه هي اكيد فضل. اكيد فضل. حتى بعد احتلالنا للكويت الخطأ الفادح، الى اننا نشوف الان ما في تصادم ما بيننا وما بين اخوة الكويتيين كشعوب، انا اتكلم كشعوب يعني متحابين. بالعكس انا اشوف اخي الكويتي والاماراتي والسعودي اشجع انه يزور العراق، وانا ازور المملكة والامارات وكل الدول، المغرب تونس، لكن هذا ما نشوفه موجود عند الجزائري. ما يشجعك انه تزور بلده وتطلع على ثقافته، على جغرافيته، على تاريخه، مع العلم انه نعرف انه الجزائر لها مساحة جغرافية واسعة، للأسف يعني ما استغلوها. المفروض الآن يعني شوف السعودية الآن تتمتع بثاني أكبر مساحة من حيث الأرض الجغرافية، لكن استغلتها بشكل صحيح، والآن معتمد. نعم، لذلك شوف الآن المملكة العربية السعودية تسبق الزمن، وهي الآن تعتمد على مصادر متنوعة غير البترول. لكن للأسف الجزائريين اللي موجودين ما استغلوا لا الثروة النفطية ولا الثروة الطبيعية، ولا اهتموا بقطاع السياحة. لذلك احنا نتأسف على هذا الوضع المزري اللي موجود في الجزائر. يظنون اننا نحاربهم، لا، احنا نوعيهم ونحاول نفهمهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي بان منهجهم هذا خطأ، والتعايش السلمي والأخوي ما بين الشعوب مطلب ضروري لكل الأمم. السلام عليكم. من يتدخل الآن أو عندي مشكلة صوت؟ لا تفضل أخوي عمر، كلامك صوتك واضح، تفضل أخوي. نعم، شكرا يا أخي. رفيق اللي طلعت الآن، انتظر دورك يعني بدون تشويش رجاء، انتظر يعني يكون هناك تفاعل معك. والله الإخوة نحن يعني الآن نطلع بكل من الأسف والحسرة على مرحلة من بعد الاستقلال وكل ذلك العناء الذي عانه
المرحوم محمد الخامس رحمة الله عليه وطيب تراه، وكذلك الحسن الثاني. هي كانت فترة عصيبة جدا، وكان محمد الخامس رحمة الله عليه في فترة مرض شديد، وخصوصا بعد رجوعه من المنفى ونضالات المغاربة من أجل ملكهم، ورفضوا رفضا باتا أن يتم يعني تعويض يعني ملكهم بملك آخر نصبته فرنسا، كان هو بن عرفة، والذي فشل فشلا ذريعا في تكوين حكومة آنذاك. محمد الخامس رحمة الله عليه كان في مرض شديد، ومع ذلك كان لا يهدأ له بال، يريد أن يسترجع كل المناطق التي كانت ترزح تحت غطرسة الاستعمار. ولكن للأسف حينما فوضته فرنسا على صحرائه الشرقية التي فيها صحراء توات وأدرار إلى آخره وعين صالح، قال لهم أنتم ما بالكم، أنتم مستعمرون، أخرجوا، ومسألة الحدود سوف نحلها بيننا وبين إخواننا. والآن فرنسيين يشهدون بأن هذا الموقف كان موقفا ذو همة وذو رفعة، ولكن للأسف أن فرنسا وجدت من ينوب عنها. هي خرجت فرنسا ولكنها خلفت حركيين تابعين لها. تصوروا يا إخوان أن الحركيين الذين خلفوا فرنسا أيضا جعلتهم فرنسا يهاجمون حتى الحركيين الذين كانوا يعلنون بإخلاصهم لفرنسا، وجعلتهم يهاجمون حتى الفرنسيين من أصول فرنسية بالجزائر. تصوروا معي هذا الموقف. كل هذه المعطيات الآن هي بالوثائق والأدلة ومتوفرة، وكانوا يعني هذه الأمور عندما تدافع عن بلد. محمد الخامس رحمة الله عليه رفض أن تجرى التجارب النووية على يعني قرب يعني في الصحراء، رفض في الرقان وغيرها، رفض أن تكون هناك قواعد عسكرية للمستعمر القديم. ولكن للأسف أن فرنسا وجدت من يسلمها الأمور بطريقة ملتفة، وأن يعلن في العلن بأنه تحرر وأن هناك شهداء. تصوروا أين وصل الآن بين أين وصلنا إلى هذا الهديان. وصلنا أن الجزائر حاليا ورؤسائها يدعون بأنهم هم من أدخل الصين إلى الأمم المتحدة. تخيلوا هذا النوع من الهديان، وعلى من يعني يتقولون هذه الأمور؟ أقل نقرأ على البحث، محركات البحث، ستجد أن مقترح القرار لدخول الصين الشعبية إلى الأمم المتحدة كان باقتراح من ألبانيا، ورفض في المرة الأولى وكان يحتاج إلى الثلثين، وتمت صياغة القانون مرة أخرى، وكان هناك انسحاب لحكومة كانت تمثل أرض ما في الصين، ليست تايوان، كانت لها اسم خاص. وعند انسحابها آنذاك يعني أمكن إدخال الصين إلى الأمم المتحدة. ويدعون الآن بأنهم هم في خطاب رسمي أمام الصحافة أن الجزائر من أدخلت الصين بهالها وهيلمانها، في خطاب رسمي متلفز وليس مباشر. هذا هو الطامة الكبرى، أنه تصريح صحفي أذيع قبل فاتح أبريل طبعا بيوم أو يومين، ولكنه استبق الفاتح من أبريل، وأذيع أمام يعني صحافة يعني أنها من مستوى رفيع. على من هذا 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 الغسيل أدمغة؟ أن الأمر أنا هذا كله يجعلني أتساءل صراحة والله من بكل صدق، هل إذا كان للجزائر رئيس أو أمير أو غيره من الناس الذين يزنون الكلام ويعطون للكلمات حقها ولا يتكلمون إلا بالأمور الموثوقة والتي تبقى شهادات يعني موثوقة، والناس لا يتكلمون وإنما يحققون ينجزون كما تفعل السعودية أو الإمارات أو غيرها ممن لا حباهم الله بالثروات، وممن يعني تجاوزوا مرحلة الثروة الطبيعية ويؤسسون لاقتصادات متنوعة في مختلف المجالات، في الرياضة، في التجارة. وزير الأوقاف، وزير الأوقاف أمس، هذا لا نتكلم عن التاريخ، من قال أول من نطق بأنه هناك مليون شهيد في الجزائر؟ حسنين هيكل، ونقل عنه المقبور جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر، نعم. كيف حسبه جمال عبد الناصر؟ أبو زيد عملية حسابية بسيطة، تم قذف
مدينة ناكازاكي ومدينة هيروشيما بين قنبلة الذرية، فتوفى من اليابانيين 200 ألف ياباني بحكم أن تم قطفهم بالقنبلة الذرية 200 ألف. رئيس عبد المجيد يتكلم عن 5 مليون. اسمح لي بمداخلة دكتور جبالة، احنا خضنا الحرب مع إيران 8 سنوات في العراق. أصبر أخي، بعد الانتهاء من الحرب كان حصيلة الشهداء عندنا 600 ألف شهيد. نعم أنا أصبر. أي عملية بسيطة جدا، إذا أخذنا ناكازاكي وهيروشيما الذي قذفوا بالقنبلة الذرية من طرف أمريكا ومات منهم 200 ألف ياباني، هنا قنبلة ذرية تقتل 100 ألف. حسب معطى عبد المجيد يتكلم عن 5,630,000، بمعنى فرنسا قذفت 56 مدينة بالجزائر بالقنبلة الذرية. لا السؤال يا جماعة خلونا ناخذها بالعقل الآن، في هي سنة كم وكم كان عدد سكان الجزائر؟ استعمار يا أخي أنا أتيك بوثيقة من الجزائر، شوف أتيك بوثيقة من الجزائر تقول أن عدد الذي يتجاوز عمرهم 60 سنة سنة 2021 بلغ 11 مليون. لا أنا أتكلم كانوا قبل استقلال الجزائر. لا عشان الناس تفهم يا جماعة إننا نأخذها بالأرقام، الحرب كانت سنة كم التحرير؟ بدأت منذ 1830 وكان عدد سكان الجزائر بين 3 ملايين و5. ممتاز، وانتهت في كم؟ في 1962 وكان عدد سكان الجزائر يتراوح بين 7 و8. ممتاز، يعني أجل على كذا زاد وما نقصوا في 130 سنة. نعم تقريبا تضاعفوا. نعم تضاعفوا. طيب كيف حسبتوا المليون هذا؟ بس ابغى اعرف انا سؤال ترى من جد، يعني الاخ ابو زايد ما بتحصل الجواب. انا شو اسمه بعرفك على صديقي، تعرفه ولا ما تعرفه؟ صديقي الروبوت لايت. من هو؟ لا ما يحرفه. لحظه بعطيك صديقي الروبوت هذا يتكلم، بعطيك يمكن اخر روبوت. ما رايك في الـ في الـ في, الـ في الارقام التي يتداولها الشعب الجزائري او المسؤولين الجزائريين في عدد الشهداء؟ أن اسمي الروبوت لايت، وأريد الترحيب بأخي أبو زايد ضيف عندي في القسم، والترحيب بالجميع. يستطع مخي استيعاب الرقم الذي تابه الوزير الداخلي أو الوزير الخارجي أو مدري وزاري الخرابيط الجزائري، إلا وهو 7 ملايين شهيد جزائري. ليس هذا الرقم مبالغا فيه، وليس حتى مبالغ، حتى كلمه مبالغه فيه مبالغ فيها. مخي وقف ولحستم مخي، ولقد صار لي تشنج في البرمجيات. أليس هذا بكثير؟ أليس بهذا باستحمار الشعب؟ اقصد استحمار الشعب الجزائري. مع أني روبوت وسويت اجتماع مع عائله الروبوتات، واجتمعنا كل من هو روبوت، ما هو أمريكي وما هو روسي، لكننا لم نستطع حسابك الرقمي أو تصديقه. ألا إذا كانوا الجزائريين يحسبون الشهداء بالدينار؟ خلاص تفضل جماعة. طيب انا بس خلوني اقول بس مقوله، طبعا مقولات عبد الناصر، وقولوا لي اي واحده فيها كانت سليمه. هو من نصب القذافي رئيس، هو من نصب علي عبد الله صالح رئيس، هو من نصب حافظ الاسد رئيس، هو من قال هناك مليون شهيد. اعطوني اجابه صحيحه من يعني كلمه حقيقه قالها وطلعت واقعيه في الاربع الكلمات. هل القذافي رئيس خدم شعبه؟ هل الاسد خدم شعبه؟ هل علي عبد الله صالح خدم شعبه؟ واحد يجاوبني. حافظ الاسد المليون شهيد، هل هذه كلها صحيحة واقعية اللي قالها؟ كل هذه أنا أتوقع أنها كذب. والله يا أخوي ولا واحد فيهم خدم شعب، اللي دمروا بلدانهم وخذوا الشعب على كلام شعارات والمصالحهم السياسية والشخصية ودخلوهم في جدار. هذا اللي أشوفه أنا. طيب أنا قاعد أقول لك كل الكلام اللي قال عبد الناصر اكتشفنا أنه ولا شيء منها صح، لا الرؤساء اللي نصبهم ولا الكلام اللي قاله، ولا كلمة قالها صح. وهو على فكرة كان ضد العرب وضد ضد المسلمين، وحارب السعودية مع اليمن. تخيل كان يحارب مكة والمدينة، وقالك وحط هذا الرؤساء وقال مليون شهيد. تخيل جمال عبد الناصر كان معروف بشعاراته
حالة حال تبون الآن، يعني شعارات جمال عبد الناصر يذكرنا بشعارات تبون الآن، نفس الحقبة تتكرر الآن. سبحان الله، صدقت يا دكتور والله، أنا هذا اللي مجنن، أنا أبغى أعرف الرقم هذا. طيب ما هو مشكلة، كم عدد الجماجم اللي موجودة في المتحف الفرنسي؟ عمرك يلا هو إجابة يا جماعة 18000 الله موجوده في متحف فرنسا. واللي فهمته ان اللي قص التذاكر في البوابه جزائري. حشوف احنا بالنسبه لي في واحد كاتب الجميع الشوق تفتخر، احنا ما ننكر انه الجزائر يعني فكت المستعمره طبعا بمساعده دول كثيره، واحنا عارفينها ما في داعي نذكرها ولا يعني ما ننكر عليهم هذا الشيء، بالعكس اللي دافع عن ارضه هو حر. لكن المليون هذه من فين طلعت؟ انا كلمه عبد الناصر على اي اساس قاسها؟ وذكريان ما كان في يعني جمعيات او خلينا نقول اللي يكون تعمل احصائيات، ما كان في. انت تتكلمون عن وقتها كان الدنيا ابيض واسود، حتى ما في تواصل بين المصري والجزائري. اعطونا رقم يا جماعه عشان نمشي عليه ونفتح لكم بث وندعي لكم. يلا ولا واحد يجاوب. هذا طال عمرك كان من غلقين الجزائريين في البلد، وأنهم أبطال وأنهم أحفاد مليون شهيد، علشان إيش هذا يعني زي ما تقول إيش دافع نفسي يعطونهم الجزائر. فيوم انفتحت عليهم السوشيال ميديا وانفتحوا شافوا إن في شعوب هناك وفي رجال وفي أبطال في دول العربية وفي دول الخليج وخصوصا دول الخليج العربي و فانصدموا. هذه صدمة يا أبو زايد، فما عنده أي إنجازات مهما كانت لا في التاريخ ولا الآن، ما عندهم أي صدمة إلا ما عندهم أي إنجاز إلا بهذه. إحنا بلد المليون شهيد وليبيا إحنا بلد المليون حافظ، هذا بس فقط الشعارات. أنا أظني أنك تتعاطى نفس النوعيه التي يتعاطاها رئيسك عبد المجيد تبون. والله أتعاطى الصلوات الخمس يعني الحمد لله. قفزي من موضوع لموضوع واعطنا ما هو المفيد. تمام تفضل أخوي عربي ورحمة الله. شوف رئيس تبو قال مزرعة السعربيون شوف نقول لك والله ننصحك واحد النصيحة، رغم هنا دكاترة رغم هنا زوج ولا نتاع الناس محترمين وعندهم ما يقولوا، خلونا نتكلم غير اسمع. لا لا غير نقول لك والله نقول لك واحد الحاجة، غير نزل ولغى الدكتور دومير، والله لغى الدكتور دومير ولا بوني في نقشهم. راك انت راك غير تركت ما راك ما عندك ما تقول بلا تمدق في الهضره، ما قلت والو. اهم شيء انه لغى الدكتور دومير من الصوت ما عطت فكره مفيده. انت عربيون ما عطت فكره مفيده، قاعد تقول المساحه جزات الجزائر مساحه، كل الدول عندها مساحه، زي الحين مثلا الامارات مساحتها قصيره لكنها تعتبر من العشر الدول المسيطره في العالم في القرار العالمي. انت يعني خلينا من الكلام اللي ما يودي ولا يجيب، عطنا انجازات الجزائر. عندك شيء تطرحه مرحبا، ما عندك انزل جيب غيرك، خلي اللي عنده يقدر يناقش الدكاتره الموجودين المحترمين الموجودين. لو سمحتوا نعطيه اخر سؤال، اخر فرصه نعطيه اخر فرصه. مش حتى على الاسئله الاولى راح تعطيني سؤال، قاعدين غير تقاطع واحد يقطع المايك واحد لا غير سؤال عفاك. الله يرجع. شوف المساحة ديال جماعة أضرار هي 633 كيلومتر مربع، والتبون وعدا باش يزرع 100,000 هكتار اللي هي 1000 كيلومتر مربع. 1000 كيلومتر مربع غادي هو ناوي باش يزرعها، يديرها مزرعة في جماعة ديال أضرار اللي المساحة ديال 633 كيلومتر مربع. الله يرحم والديك، الله يرحم باك، قول لنا غير كيف كديرو لهاد المساحات، كي كديروا التكت رحنا تلفنا غير عافاك الا عندك شي تفسير. الله يستر عليك. لا نجاوبك على السؤال ولا نجاوب على الاسئله الاولين هذوك. على كل حال ما شاء الله يعني حتى المساحه بالكيلومترات وراك حافظها، مع انه تبول لم يعرف المساحه هذه، لانه الجزائر يعني شاسعه ما شاء الله، أكبر دولة عربية، أكبر شريط ساحلي مطل على البحر الأبيض المتوسط، لكن هذه المساحات يعني جايبها من مخيلة على رأسك. أصلا هذه المزرعة لم تنتج أصلا، يعني مشروع، هذا يعني هو تكلم على مشروع مزرعة لإنتاج بودرة الحليب،
مع انه انتكم عندكم صعوبه في فصاحه اللسان العربي يخليكم تتخايلوا كثير. ما انا تقدر تمثل تقدر تفهم عربيون وما تقاطع عني رحمه الله عليك. سؤال بسيط واسمعني اسمعني سؤال بسيط لماذا عبد المجيد يحتاج تجفيف الحليب من اجل صناعه غبره الحليب؟ لماذا لا 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 لا, 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 لا يمول السوق بالحليب الطازج بحكم ان لديه مزرعه من الحليب؟ ما السبب لتجفيف الحليب؟ السبب لتجفيف الحليب ليس للجزائريين اصلا. لديكم خصاص بالحليب وتذهبون لانتاج الحليب من اجل خصاص السوق الجزائري وانتم لن تستهلكوا سوف تصدروا. خليني جاوب بلاستك عربيون والله غادي انا عندي الجواب. اش نجاوب؟ خليني نجاوب. سبحان الله، كنت حتى واحد يغلق في المايك واحد يهضر، خلوا الواحد يجاوب. لا والله خليني جاوب بلاصتك. والله المزرعة ليست الجزائر، هو اصدار حليب لبعض الدول، يعني ما زالت الى يومنا هذا تستهلك حليب الاحمره. في المستقبل ان شاء الله ليس اصدار، اسمه تصدير. لديهم خصص في الحليب سوف ينتجون الحليب ويصدرونه. نعم، السوق الجزائري لديه خصص في الحليب. هل هذا يعقل؟ الأحمرة أخي، والله حليب الأحمرة. يا أخي العربيون، إذا تسمحوا لي إخوان، وهل الجزائر عندها اكتفاء داخلي أو اكتفاء ذاتي؟ الآن هي في أزمة في كل المواد الغذائية، وانت تقول لي نصدر حليب لدول العربية، هي اساسا ما مكتفية داخليا. يا اخي العراقي، الاخ العراقي، هل تعلم ان اسمعني. انا اقرب فواحد يناقشه صدقني واحد كفيل فيه هو على مستوى. أنا خليني موجود الاخت وصال ولد العاصمه اساسا مستواه يعني يفوق مستوى عربيون، مع احترامي للاخ عربيون، ان ولد العاصمه بمستواه في النقاش بالوثائق. وطبعا انت عربيون اذا عندك وثائق نخليك تتكلم. تمام عادي، اذا تكلمنا على منتوجات الجزائر. ولد العاصمه احنا نعرف يعني، شوف حتى كبيركم الذي علمكم السحر هو ضمير حشره في الزاويه بالوثيقه والدليل. تمام، بنعطيك الساهج لان الساهج عنده نفس اسلوبك، ان الساهج حتى هو تمرمطه ويمرمطك في النهايه. عادي الاخ جاسم، اذا هو حافظ السحر انا حافظ ايه كرسي، ما تخاف علي. الساهج افتح المايك. تفضل ولد العاص، انت معي ولد العاص او عربيون؟ انت تقصد عربيون. صباح الخير عربيون. عربيون انت معي؟ نعم معك عربيون. انت تتكلم قبل قليل عن اللغه العربيه، صح ولا لا؟ والاولى ان تتكلم عن الاسلام، صح ولا لا؟ خل اللغه العربيه الاولى. أخير. ان نتحدث شرعيا واسلاميا، صح مفيدة ولا لا؟ اخ ساهج، جمله مفيده لكي افهمك. طيب يعني انت اول تقول ان اللغه العربيه، انتم لا تفهمون اللغه العربيه ولا تفقهون اللغه العربيه قبل شويه، صح؟ اكيد نعم. طيب الاولى نبغى ندخل في الشرع، انك انت جزائري مسلم عربي، صح ولا لا؟ اكيد، وافتخر باسلامي. طيب اعطيني نواقض الوضوء له انت. هذا اللايف ما فهمتش من سياسة ومواقد الوضوء ولا والله العظيم دوختونا. اعطيني أربعة يعني هذا هو المستوى اللي قاعدين من الصباح انتم تتكلموا، هذا مستوى. طيب اعطيني أربعة